مشاهدينا الكرام عشاق سحر المستديرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل الحب والخير. نلتقي مجددا من مسرح الدرة قمة العاصمة التونسية، استاد أولمبي رادس يلبس كسوة الدربي مرة أخرى في يوم عمل ودراسة للطلبة. الحضور الجماهيري محترم جدا، لأن صار الترجي المضيف في لقاء اليوم قرابة 25,000 للحمرة والصفرة والكحلة، و2,000 للحمرة والبيضة. صمت رهيب في العاصمة، مختلف الولايات المدن والقرى، الكل ينتظر ويترقب الساعة الرابعة والنصف. الدربي أكثر من مجرد كلمة ومباراة، عشق غرام طريقة عيش مغايرة تماما لبقية السنة في يوم المباراة، وهذا هو حال اليوم لمجانين الفريقين. الدربي الماضي من غير رهان، واليوم العنوان متعة وإبداع بين الترجي والنادي الافريقي. تذكير بتشكيلتي الفريقين والشعار المحافظة على الأسماء الأساسية اللي خاضت مباراة الجولة الأولى بلاي أوف أمام نادي الصفاقسي، بالنسبة لشهاب الليلي ولفوزي البنزرتي أمام النجم الرياضي بالمتلوي. بالنسبة لحداش الكوتش شهاب الليلي، في المرمى فاروق بن مصطفى، 31 مختار بن خيثر على يمين الدفاع، 3 على اليسار سليمان كشك، 27 في المحور فخر الدين الجزيري، 2 بلال العيفة، 26 غازي العيادي، 5 أحمد خليل، 13 وسام بن يحيى، 35 إبراهيم الشنيحي، 30 صابر خليفة، و9 ماثيو روسيكي. بالنسبة لفوزي البنزرتي، معز بن شريفية يحمي الشباك، 24 محمد إيهاب المباركي، 12 خليل شمام، 5 شمس الدين الذوادي، 27 هشام بن قروي، 13 الفرجاني ساسي، 25 غيلان الشعلالي، 18 سعد بكير، 8 أنيس البدري، 11 فخر الدين بن يوسف، و29 طه ياسين الخنيسي. 22 لاعب موجودين في أرضية الميدان لحظات قليلة، وتعطى إشارة انطلاق هذا الدربي. 125 بإدارة طاقم تحكيم تونسي يقودوا يسري بعلي، مروان سعد، أحسن عبد العال، وجلال السحباني الحكم الاحتياطي، والمراقبان عاطف اليعقوبي ومحمود حسني. على البنك بالنسبة للنادي الافريقي، عاطف التخيلي، سيف دقاء، أسامة الدراجي، المنوبي الحداد، عصام التخيلي، حمزة العقربي، وعلي العابدي. وبالنسبة للبنك الترجي، علي الجمل، علي المشاني، أيمن بن محمد، فوسيني كوليبالي، محمد علي منصر، آدم الرجيبي، والليبي محمد صعبية. الدربي في هذه اللحظة يعطي يسري بعلي إشارة انطلاق الفرجة والمتعة بين الفريقين بكرة جانبية أولى تعود للنادي الإفريقي. دربي غرة مارس قد يكون ذهب خالص مثير في الظاهر، في انتظار كشف الملاعبية للمضمون والباطن. على الترجي والإفريقي فخامة الأسم تكفي في مثل هذه المواعيد، اللي يدخلها زوز فرق بوجه مبتسم بعد التأهل للكاريداس المربع الذهبي للكأس، وانتصار البداية في المرحلة الثانية للبطولة بلاي أوف. اليوم للتأكيد للتاريخ، للمجد، للكبرياء، للهيبة وللكرامة الكروية، بكرة لسليمان كشك تعود للنادي الإفريقي. الضغط منذ البداية من دفاع الترجي على حامل الكرة، المهاجم المحترف من الزيمبابوي ماثيو روزيكي، هذه الكرة الأخيرة، والتدخل من شمس الدين الثوادي، وحوار وصراع على البداية. ينطلق في هذا الدربي بتشويق وإثارة وحماس كبير فوق المدرجات، في انتظار ما باش يصنعوا الملاعبيه في ارضيه الميدان. وسام بن يحيى والمخالفه للنادي الافريقي والتنفيذ من الجولدن باي، يرفع الكره وسام بن يحيى في محور الدفاع، صابر خليفه والكره تخرج جانبيه للترجي. قمه الكره التونسيه بين عملاقين، ننتظر المتعة بلا حدود في المشاهدة والمتابعة والفرجة على الشاشة والقناة اللي تربينا عليها، الوطنية الأولى، الأولى في المواعيد والتظاهرات الرياضية الكبرى. الدربي ماتش يعرف العام والخاص، القاسي والثاني. الدربي التونسي عنده الرونق بتاعه، الكاشيه بتاعه، مميزاته معروفة عربيا، افريقيا، واسيويا، والصدام بتاعه وصل للقارة
العجوز ابن باركي بكرة لخيلان الشعلالي يرفع التويلة يلوج على فخر الدين بن يوسف. التدخل من مختار بن خيثر يرجع للتغطية ابراهيم الشنيحي الروج ياخذ كرة اخرى تبقى للترجي الامتلاك مقطوعة من النادي الافريقي. الحوار والمناورة بدأت مبكرا في هذا الدربي بكرة تعود للنادي الافريقي. وسام بن يحيى اكثر من لاعبي حاضر في مباراة اليوم لعب دربيات اليوم يلعب الدربي عدد 18. مختار بن خيثر كرة ابراهيم الشنيحي ياخذها خيلان الشعلالي تحاول يقطع الكره غازي العيادي مع ابراهيم الشنيحي وترجع من جديد جانبيه للنادي الافريقي. في المرحله الاولى بعد 14 جوله الترجي كمل في المجموعه الثانيه متصدر ب 29 نقطه بعد 8 انتصارات وخمسه تعادلات وهزيمه كانت في الدربي 124 واحد بلاش بونتو صابر خليفه في 90. والنادي الافريقي الوصيف بتاع المجموعه في المرحله الاولى الثاني ب 27 نقطه بعد 8 انتصارات ثلاثة تعادلات وثلاثة هزائم. وكرة لإيهاب المباركي يلعب في الوسط أنيس البدري لكن مقطوعة أحمد خليل يبقى الامتلاك للنادي الإفريقي. لمسة مع خزي العيادي كرة لسليمان كشك يحاول يضغط أنيس البدري فخر الدين الجزيري يطول كرة على أحمد خليل والمخالفة اللي يزفرها أصغر حكم يزفر الدربي ويزفر قمة العاصمة يدخل التاريخ اليوم متاع الدربيات يسري بوعلي 23 سنة وسبعة شهور وثلاثة أيام من مواليد 26 جويلية 1993. يسري اللي حتم الرقم متاع أصغر حكم اللي كان عند هيثم كيراد اللي يزفر الدربي متاع 24 ديسمبر 2014 وعمره 24 سنة و41 يوم. كرة تعود من روزيكي ياخذها الفرجاني ساسي ساسي في وسط الميدان مع غيلان الشعلالي يحاول يخرج طه ياسين الخميسي والكرة للحارس فاروق بن مصطفى. هل تكون مباراة الحراس بين فاروق بن مصطفى ومعز بن شريفية؟ هذا الدربي 125 بين الفريقين. ترجع الكرة من فاروق بن مصطفى يطول الكرة روسيكي أسبق منه شمس الدين الثوادي سعد بكير في الوسط نيسان بدري متابعة من أحمد خليل والكرة تخرج ترجع للنادي الإفريقي. مبدأ الاستمرارية بالنسبة للأسماء الأساسية لفوزي البنزرتي وكذلك شياب الليلي في هذا الدربي بعد النتيجة الإيجابية والانتصار في الجولة الأولى. روزيكي يخرج باش يبدل التبان بقرار من الحكم يسري بوعلي والكرة ستعود من تماس جانبية لسليمان كشك ابن الظهير الأيمن الدولي السابق للنادي الأزرق البنزرتي محمد صالح كشك في خامس مباراة مع النادي الإفريقي والرابعة في البطولة. بالنسبة لكشك يلعب التماس التدخل مرة أخرى من دفاع الترجي وكرة تعود ثالث دربي هذا الموسم أمام جماهير الترجي ذهابا 1-1 أنيس البدري وإبراهيم الشنيحي إيابا أمام حبان النادي الإفريقي 1-1 صابر خليفة. والدربي الرابع سيكون يوم الأحد 30 أفريل القادم ممكن فما دربي خامس في نصف نهائي الكأس يوم 28 ماي أو في الفاينل يوم 17 جوان. ماثيو روزيكي وقع في مصيدة التسلل في أول عملية للنادي الإفريقي واضح التقدم بالنسبة لمهاجم الزيمبابوي ماثيو روزيكي. كرة من إيهاب المباركي يرجع مع أنيس البدري البدري يحاول يلعب في وسط دفاع النادي الإفريقي الترجي الإفريقي يلعب ببلوك بابا مع بداية المباراة. كرة تعود لإبراهيم الشنيحي يطول سليمان كشك كرة ترجع للدفاع الترجي بطولة هذا الموسم 2016-2017 عدد 62 والثالثة بنظام المجموعتين 98-99 توج بها الترجي و2012-2013 النادي الصفاقسي كان سحب اللقب تاع
نرجع على الكرة لابن باركي مع نيسا البدري التلاشي مع بداية المباراة يركز أكثر على بناء العمليات من الناحية اليمنى وين موجود البركي والبدري الفرجاني ساسي إخوة هذه الكرة خيلان الشعلالي يحاول يبدل يخلي الشمام مقطوعة من مختار بالخيثر الإفريقي أحبائه والأمال معلقة على المهاجم ماثيو روسيكي وأمال الترجي وأحبائه وأنصاره معلقة على طه ياسين الخنيسي كرة من فخر الدين بن يوسف بن يوسف العائد بعد إصابة على مستوى العربية المتقطعة وزوز أهداف أمام النجم الرياضي بن متلوي الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى وأول جولة في المرحلة الثانية في البلاي أوف المخالفة لسليمان كشوك واحد من العناصر الجديدة في النادي الإفريقي مع روزيكي والدراجي والمنوبي الحداد ومن مرات يعني القلائل اللي الملاعبية المنتدبين جدد في النادي الإفريقي يعرفوا سرعة الاندماج والتأقلم نقطة قوة بتاع مجموعة الليلي في الجزء الثاني من البطولة الإفريقي عنده سنوات لم يعرف سرعة هذا التأقلم خاصة لكشوك روزيكي وللبناكة الدراجي والمنوبي الحداد يهب لمباركي بكرة يعني البدري احمد خليل يفك الكره والمخالفه يصفرها يسري بوعلي لانيس البدري اصغر حكم في المحترفه الاولى هذا الموسم يصفر قمه العاصمه شيء يعمل 66 كيف بالنسبه للحكام التونسيين الشبان والثقه الممنوحه من الاداره الوطنيه للتحكيم ولجنه التعيينات إن شاء الله يكونوا في مستوى الثقة خاصة في المقابلات الكبيرة بين المرحلة الحاسمة من البطولة الوطنية والمخالفة من سعد بكير والرأسية تعطاها ياسين الخليسي لكن فما رفع رايه قبل هذا من المساعد الثاني حسن عبد العال كرة الأخيرة المخالفة بتاع الترجي قوة نقطة سعد بكير على مستوى التنفيذ والرأسية تعطاها ياسين الخليسي الخنيسي ولد الحارس السابق للترجي الجرجيسي شكري الخنيسي بدا كيبوه حارس مرمى في الاصناف الشابه قبل ما يغير له المدرب لسعد الصغير المركز نتاعو لمهاجم بعد ما كان يتصدى لكرات وتسديدات المهاجمين اصبح جلاد ومرعب الحراس هدف الترجي هذا الموسم بتسعه اهداف والموسم الماضي 12 هدف وكره للترجي والتدخل بالدفاع عن النادي الافريقي الترجي يدخل في صلب الموضوع في بدايه المباراه في أول 10 دقائق لعب من أبرز الكرات في هذا الدربي كرة أخرى وبالرأس المرة هذه من جديد من طاعة ياسين الخليسي 9 أهداف هذا الموسم 12 في الموسم الماضي للملاعب اللي بدا كحارس مرمى جانبية تخرج الكرة ضربة 6 أمتار هذا هو طه ياسين الخليسي كرة سعد بكير في عمق دفاع النادي الافريقي محاولة بين الخميسي والبدري والتدخل من سليمان كشك فاروق بن مصطفى يرفع الكرة الطويلة كرة لإيهاب المباركي سليمان كشك كرة ثلاثية بنزرتية من فاروق إيهاب سليمان تعود لفخر الدين بن يوسف يمرر لسعد بكير لمسة للروج مرة أخرى للفرجاني الساسي مع هشام بن قروي بن قروي الملاعب المحترف الثاني في تاريخ الدربيات اللي يلعب بزي الفريقين بعد المالي درامان تراوري كورة للترجي ما زالت والقطع كان من مختار بن خيثر النادي الإفريقي لحد الآن يكتفي بالدفاع والترجي من خلال مناصرة والدفع المعنوي لأحبائه في رادس يبدأ المباراة على مستوى امتلاك الكرة كرة تخرج من فخر الدين الجزيري من القروي للفرجاني الساسي مع خيلان الشعلالي وأحمد خليل والمخالفة ضد أحمد خليل التاكل من خليل والمخالفة ولا داعي لمثل هذه الاحتجاجات صفر المخالفة يسري بعلي وسيشهر البطاقة الصفراء الأولى في المباراة لأحمد خليل خليل اللي باش يكون غائب عن مباراة الكلاسيكو يوم الأحد في أولمبي سوسة أمام النجم الرياضي الساحلي 5 ملاعبية من النادي الإفريقي في رصيدهم
زوز انذارات، غازي العياتي واحمد خليل ويسب بن يحيى وصابر خليفه وبلال العيفه، وخليل يتحصل على البطاقه الصفراء الثالثه والمخالفه للترجي. الكره كانت بين احمد خليل ومحمد ايهاب المباركي، وجانب من جمهور الترجي الحاضر في اولمبي رادس فوزي البنزرتي، مسيو تيتر اكثر مدرب تونسي متحصل على القاب محليه وافريقيه في ثالث ماتش مع الترجي في البطوله. زوز انتصارات على نجم الادب المتلوي 3-2 2-0، وهزيمه في اللقاء الاول في التربي 1-0. جمهور النادي الافريقي 2000 متفرج مع مدربهم شهاب الليلي اللي يعرف اجواء الدربي للمره الثانيه بعد فوزه في الدربي الماضي بهدف مقابل صفر في اول دربي. كره تعود للنادي الافريقي بسرعه، كره من وسام بن يحيى والمخالفه للنادي الافريقي. نسق المباراه الى حد الان محترم جدا، الريتم والفرجه موجوده والمتابعه على الوطنيه الاولى في اقوى مقابلات بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكرة القدم. أحمد خليل لاعب اللي توجه له أول إنذار في المباراة، كرة ستعود من خليل يرفع الكرة لصابر خليفة، خليفة يحاول يهرب بإيهاب المباركي والمخالفة للنادي الإفريقي. لاعبين الإفريقي اللي طالبوا بإنذار إيهاب المباركي بعد العملية الأخيرة، مخالفة للنادي الإفريقي. تقريبا وصلنا ل 14 دقيقة لعب في المباراة في الشوط الأول، ولا يزال التعادل أصفار بين الفريقين. الكابيتان صابر خليفة في هذه المباراة صاحب آخر هدف في الدربيات. تنفيذ المخالفة، صابر خليفة اللي يلعب اليوم دربي عدد 11 والثامن مع النادي الإفريقي بعد 3 دربيات سابقة مع الترجي. وسام بن يحيى والتنفيذ المخالفة، يرفع الكرة وسام بن يحيى والتدخل من دفاع الترجي، يبقى الامتلاك للنادي الإفريقي. الرمية الجانبية يخليها خليل لمختار بالخيثر ولد وهران اللي يلعب في اتحاد البليدة ومولدية العلمة. بالخيثر كرة لوسام بن يحيى، أسبق منه المدافع المحوري هشام بالقروي، وترجع الكرة للترجي. آخر مرة تلعب الدربي في مثل هذا اليوم خرة مارس كان سنة 2009، الإفريقي ربح 3-3، 4 من لاعبية من المجموعة الحالية كانوا حاضرين فيه، العيفة بلال يحيى وسام خليل شمام وأسامة الترجي. معز بن شريفية من خريج مدرسة الترجي لتكوين الحراس التلميذ النجيب لجون جاك تيزيه، اليوم يلعب الدربي عدد 16. كرة طويلة مختار بالخيثر والتدخل، صعب جدا التكهن بنتيجة مباراة دربي بين الافريقي والترجي. كرة أخرى تعود من خيلان الشعلالي مع إيهاب المباركي، المباركي يرفع الكرة لخليل شمام من ظهير يمين الى ظهير يسار، والكره مرفوعه من شمام. يتدخل دفاع النادي الافريقي ولمسه اليد والمخالفه للنادي الافريقي. الافريقي من خلال الرسم التكتيكي للمدرب شهاب الليلي 4-3-3 في الحاله الهجوميه، ولما تكون الكره للترجي 4-5-1 والترجي 4-2-3-1 لفوزي البنزرتي. معركة تكتيكية على البنك بين فوزي البنزرتي وشهاب الليلي في ثامن مباراة بين زوز مدربين، 7 في السابق، 3 انتصارات للبنزرتي، فوز 1 لليلي و3 تعادلات. يرجع خليل شمام للتشكيلة الأساسية للترجي للمباراة الثانية على التوالي بعد ما كان تيتولير في مباراة الأحد الماضي أمام النجم الرياضي بالمتلوي، بعد ما غير روزيكي التبان يغير القميص. صابر خليفة نلعب في 17 دقيقة لعب، المباراة ما زالت متعادلة 0-0 بكرة لخيلان الشعلالي. إيهاب المباركي
يرجع مع شمس الدين الزوادي. تاريخيا لما نفتح دفاتر الماضي ونتصفح الدربيات من زويتن الرادس مرورا بالمنزه، 48 انتصار للترجي، 47 تعادل و29 للنادي الافريقي. كرة لاحمد خليل، سليمان كشك، احمد خليل، كرة كانت بعيدة على ماثيو روزيكي. 16 ديربي الاخير حضرت فيهم الاهداف بانتظام، واخر تعادل اصفار كان يوم غرة ماي 2010. كرة لي الهجمة المعاكسة كانت للنادي الافريقي من مختار بالخيثر، والبطاقة الصفراء للترجي. بعد بطاقة صفراء كانت لأحمد خليل، البطاقة الصفراء الأولى للترجي لغيلان الشعلالي بعد هذا التدخل على مختار بالخيثر اللي حاول باش يعمل التفوق العددي في وسط الميدان. كرة طويلة هشام بالقروي، ترجع من غزل العيادي، العيادي ياخذها غيلان الشعلالي. معركة كبيرة في وسط الميدان، واليوم اللي باش يملك الوسط باش يكون عنده مفتاح المباراة بين الفرجاني ساسي غيلان الشعلالي وسعد بكير وغازي العيادي احمد خليل ووسام بن يحيى، مع المسانده لكل من انيس البدري، فخر الدين بن يوسف في الترجي، وابراهيم الشنيحي صبر خليفه في الافريقي. كره من هشام بالقروي، انيس البدري يضيع الكنترول ويخسر الكره. الترجي اللي بعد سيريم تاع 20 ماتش من غير ديفيت مع المدرب السابق عمار السويح، اللي بالمناسبة مخسر حتى دربي مع الترجي، 15 في البطولة وخمسة في الكاس، العشرين مباراة الترجي خسر في أول مقابلة مع الكوتش فوزي البنزرتي في دربي 8 فيفري الماضي بهدف مقابل صفر. أول دربي وآخر دربي أحمر وأبيض في النتيجة، 13 نوفمبر 55 ثيم بلاش، وكما ذكرت تاريخ 8 فيفري 2017 بهدف مقابل صفر. شهاب الليلي ولد الجزيرة من مواليد غرة ديسمبر 1963، اللاعب السابق لمحيط قرقنة، جمعيته اللي بدا معها مسيرته التدريبية 2001-2003. النادي الافريقي هو عاشر فريق تونسي يدربوا شهاب. وفوزي البنزرتي في المقابل سبع ألقاب مع الترجي، منهم أربعة بطولات وكأس رابطة الأبطال والسوبر رابطة الأبطال العربية، ولقب بطولة مع النادي الإفريقي سنة 90. فوزي البنزرتي اسم من بين ستة مدربين توانسة دربوا الفريقين مع حميد الذيب، المختار تليلي، يوسف الزواوي، مراد محجوب، ونبيل معلول. كرة تتنفذ تمشي لهشام بن قروي، التحذير لعيب المباركي مرة أخرى ترجع له. المدافع عايمة للترجي بكرة يخليها سليمان كشك بمبدأ السلامة، تخرج ضربة ستة أمتار، وفير بلاي كبير وروح رياضية وحوار كلام بين سعد بكير وسليمان كشك على الثنائي الدولي الأولمبي حتى مع المنتخب الوطني التونسي للأكابر كانت لهم بعض الترقصات. هكذا يكون الدربي أو لا يكون، وهكذا تكون هذه الصور الجميلة أو لا تكون. مش نعطيه صورة جميلة لدربي تونسي جميل على مستوى العلاقات وعلى المستوى الكروي. صابر خليفة واحد من بين 15 ملاعبي لعبوا مع الفريقين في الدربي. كرة من خليل شمام، فخر الدين بن يوسف دون محاولات إلى حد الآن تقريبا تهدد معز بن شريفية وفاروق بن مصطفى، ما عدا سيطرة ممكن عقيمة للترجي. وهذه كرة أولى وسعد بكير يحاول تصويب، والهدف الأول، هدف أول للترجي. سعد بكير، بكير يفتتح باب التسجيل للترجي في الدقيقة 22، 1-0 للترجي، هدف سعد بكير بعد كرة وارتباك في دفاع عن
النادي الافريقي سعد بكير يتمكن من التسجيل الرابع اهدافه هذا الموسم مع الترجي في البطوله عند الدقيقه 22 على المنعرج الجديد في المباراه بكوره كانت في ظهر سليمان تشك بالتمهيد وسعد بكير كان في الكره الاخيره اللمسه والاسيست كان من اياب المباركي ملا باس وملا اسيست من اياب المباركي ودفاع النادي الافريقي يتفرج في هذه الكره بين سليمان تشك وفخر الدين الجزيري وبلال العيفه بكير يشعل مدرجات الامبيراتس بهذا الهدف الافتتاحي في الدربي هدف مقابل صفر والدربي للمرة 17 على التوالي يعرف تسجيل الأهداف هذه قوة الدربي وهذه حلاوة الدربي وهذا دعم الدربي التونسي كرة أخرى تعود من شمس الدين الثوادي فخر الدين الجسيري كرة لأحمد خليل فخر الدين بن يوسف كرة لمختار بن خيثر صراع كبير وقتال ودربي رجال اليوم في أولمبي رادس بين الترجي والنادي الإفريقي بداياته كانت الأهداف فكيف ستكون نهايات والبطاقة الصفراء الثالثة في اللقاء والثانية للنادي الإفريقي للحارس فاروق بن مصطفى مختار بن خيثر وفخر الدين بن يوسف في هذا الحوار تشنج الأعصاب بالنسبة للاعب النادي الإفريقي بعد الهدف الافتتاحي للمباراة لسعد بكير ترجع الكرة في وسط الميدان من خيلال الشعلالي أول هدف لسعد بكير في الدربيات وهو بالمناسبة الملاعبي عدد 7 من الترجي في المجموعة الحالية اللي سبق له التهديف في مثل هذه المناسبات بعد شمس الدين الثوادي وخليل شمام وفخر الدين بن يوسف وعنيس البدري الخميسي والرجيبي في نهائي الكأس 6 ملاعبية من الإفريقي زادة سبق لهم باش سجلوا في الدربي وسام بن يحيى العيفة المنياوي العياد الشنيحي وصابر خليفة ضربة 6 أمتار للنادي الإفريقي من فاروق بن مصطفى يرفع الكرة أحمد خليل مع خيلال الشعلالي والمخالفة للنادي الإفريقي كيف سيتصرف شهاب الليلي النادي الإفريقي اللي قلب التأخر نتاعه أمام النادي الرياضي الصفاقسي في الجولة الأولى يوم الأحد أمام النادي الصفاقسي بعد ما كان متأخر في النتيجة بهدف مقابل صفر الانتصار بهدفين مقابل واحد يسري بعلي ماثيو روزيكي مهاجم الزيمبابوي المحترف الأجنبي للنادي الإفريقي والحوار مع الجزائري هشام بالقروي وقرار يسري بعلي حكم المباراة بعد كرة بلال العيفة الطويلة والدويل بين هشام بالقروي وماثيو روزيكي على العملية كان فما مرفق من هشام بالقروي ثم ردة الفعل من ماثيو روزيكي ابن هراري 26 سنة يملك صنعة الهداف القوة والسرعة لعب ركبي في بداياته في زيمبابوي مع سان جورج كوليج قبل ما يهاجر في سن 16 سنة وينضم لأكاديمية تشارلتون الإنجليزي كرة تبقى للترجي من إيهاب المباركي يحاول رفع الكرة التدخل من فخر الدين الجزيري أحمد خليل والمخالفة لدفاع النادي الإفريقي 25 دقيقة لعب في الشوط الأول والنتيجة أصبحت تتقدم الآن إلى الترجي بهدف سعد بكير في الدقيقة 22 كرة طويلة من فاروق بن مصطفى خيلال الشعلالي بلال العيفة يطول الكرة
يلوج على ابراهيم الشنيحي روزيكي يرجع لخزين العيادي الشنيحي والتغطيه من خليل شمام والتماس للترجي برايه المساعد الاول مروان سعد الدولي والكره من الكابيتان وخليل شمام باش يرجعها للاعب خليل يلعب الكره مع طه ياسين الخليسي وبلال العيفه حوار داخل الحوار العيفه مره اخرى غازي العيادي مختار بالخيثر الى بلال العيفه يرجع للحارس فاروق بن مصطفى هشام بن قروي الكرة الطويلة تساعد محور دفاع الترجي بطول قامة الثوادي وبن قروي وكرة من مختار بن خيثر يحاول التوزيع وفخر الدين بن يوسف اللي يرجع للمساندة الدفاعية سعد بكير لمسة للفرجاني ساسي مرجاني مع فخر الدين بن يوسف بطريقة جميلة خروج بالكرة بالنسبة للاعب الترجي 1 2 3 كرة من بلال عيفة يقطعها بلال شمس الدين الثوادي ويب المباركي والمخالفة لدفاع الترجي الفرجاني سيسي ووسام بن يحيى هما مفتاح الدربي هما مدربا زوز فرق فوق الميدان الجسر الرابط الآلات الحاسبة والماكينات جرار الكرات للخط الأمامي المهمة ماهيش سهلة ولا يقدر عليها الكثير عملية الربط والتحكم في نسق اللعب إلى حد الآن الغلبة للفرجاني ساسي بكرة هي فخر الدين بن يوسف مع مختار بن خيثر مرة أخرى صراع ثنائي قوي جدا بين فخر الدين بن يوسف ومختار بن خيثر البطيء الروبلاي بتاع الكره الاخيره بين مختار بن خيثر وفخر الدين بن يوسف ترجع الكره لسليمان كشك مع فخر الدين الجزيري خازي العيادي الجزيري يرفع كره صابر خليفه الكنترول من صابر سليمان كشك يخفى عليه راس بقيه محمد ابن باركي يعكس الهجمه نيس البدري البدري المساحات في وسط الميدان بالنسبه للترجي يحاول يستغلها البدري وفخر الدين بن يوسف وسعد بكير النادي الافريقي يرجع كله للدفاع وكره توصل لخليل شمام مع فخر الدين بن يوسف شمام مره اخرى يلعب مع الفرجاني ساسي فرجاني فخر الدين بن يوسف مع أنيس البدري الترجي يدور في الكرة خليل شمام فرجاني ساسي يحاول يهرب إبراهيم الشناحي والتوزيع وأحمد خليل يخسر الدويل مع فخر الدين بن يوسف الكرة ترجع لأنيس البدري اللي غير المركز نتاعو مع الروج البدري يحاول يتجاوز بن خيثر ويربح المخالفة كفران أخرى للترجي وكرة ثابتة يزفرها الحكم يسري بوعلي هاي العملية أنيس البدري مع مختار بن خيثر والمخالفة للترجي يسري بوعلي اللي يملك شهادة في الطيران المدني لعب الكرة في راس نفا الشابة لأسد قصيبة سوسة 2017 عام والسابع في ميدان التحكيم اللي دخلوا سنة 2010 يصاب أحمد خليل وفاروق بن مصطفى يطالب بجدار فيه ثلاثي حكم المباراة يسري بوعلي اللي زفر اليوم بالمناسبة خامس لقاء في الرابطة المحترفة الأولى والثالثة لطرف فيها الترجي بعد مقابلتي الأولمبي البيجي والملعب الكيبسي بنفس سكور 2-0 للحمرة والصفرة والكحلة وثاني ماتش للنادي الإفريقي بعد الهزيمة في نفس هذا الملعب في رادس الأولمبي أمام الملعب الكيبسي هدف مقابل صفر فاروق بن مصطفى يصر على جدار بثلاثة ملاعبية والكرة بين غيلان الشعلالي وسعد بكير يرجع الكرة للاعب أحمد خليل يخرج والتنفيذ كان من غيلان الشعلالي ويربح الركنية أول ركنية في المباراة وقد يكون التغيير الأول الاضطراري بالنسبة لشهاب الليلي بخروج أحمد خليل أسامة الدراجي أو المنوبي الحداد العقرب باش يكون أسامة الدراجي اللي باش يلعب تقريبا أكثر من 60 دقيقة وكورة من فاروق يبدع فاروق بن مصطفى
كرة من قلب المرمى يخرجها فاروق بن مصطفى بعد هذه الركنية. شوف الإعادة، شوف كرة ورأسية أولى، وفاروق بن مصطفى إبداع وارتماء والرفلكس كبير بعد الرأسية الروج ولمسة من طه ياسين الخميسي، وبن مصطفى طاير في المرمى يفسخ كرة الهدف الثاني. لاعبين الدرجة يقولوا الكرة تجاوزت الخط النهائي، كرة ترجع للنادي الإفريقي اللي مازال ما لقاش آليات اللعب ومفاتيحه اللي عرفها امام النادي الرياضي الصفاقسي بقيادة صابر خليفة. ويزيد يخسر احمد خليل في وسط الميدان وقد يغير الرسم التكتيكي شهاب الليلي من 4-3-3 4-2-3-1 بدخول أسامة الدراجي. كرة من صابر خليفة، لمسة قصيرة ما تنجحش، متفطن شمس الدين الذوادي، فخر الدين الجزيري يفكها صابر خليفة، يحاول يمر ويعدي، والمخالفة أخرى، برشا مخالفات في هذا الشوط الأول إلى حد الآن بعد 33 دقيقة لعب في المباراة. المباراة إلى حد الآن بمستوى باهي محترم، باهية للفرجة، فما ريتم وفما كرة وتعود الكرة بمخالفة للنادي الإفريقي. وسام بن يحيى كرة ترجع طويلة من إيهاب المباركي، يغير شهاب الليلي باش يدخل المنوبي الحداد. استقر الرأي على المنوبي الحداد أمام أحمد، أمام فرضية انضمام أسامة الدراجي بعد ما تحدث مع أسامة الدراجي وبعد التشاور مع سعيد السايبي وصبري البوهالي، خير باش يدخل المنوبي الحداد مكان احمد خليل المهاجم السابق للاولمبيا البيجي، ياخذ مكانه بعد تقريبا 34 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول. معطى اخر بالنسبه للنادي الافريقي، كره اخرى المنوبي الحداد يصبح على الرواق الايمن لهجوم النادي الافريقي. ابراهيم الشناحي يولي يلعب تحت المهاجم روزيكي، وصابر خليفة يبقى على اليسار. هذا الانتشار وتعليمات شهاب الليلي بعد خروج خليل. كرة أخرى يمشي للأربعة 4-2-3-1 شهاب الليلي بكرة من مختار بن خيثر، إعادة تنفيذ التوش للإفريقي من وسام بن يحيى. بن يحيى مع طه ياسين الخميسي، والكرة تبقى للترجي. الخميسي وبن يحيى في الكرة الأخيرة، وسام بن يحيى الدربي عدد 18 بكرة من غيلان الشعلالي مع هشام بن قروي. الشعلالي مرة أخرى يرفع كرة طويلة يلوج على خليل الشمام، والتغطية كانت من مختار بن خيثر. لاعبي الترجي يطالبوا بركنية، والمساعد الثاني حسن عبد العال يحط كرة ضربة 6 أمتار. هذه الإعادة بين خليل الشمام ومختار بن خيثر، آخر ملمسها الكرة وقرار اخر بالنسبه للحكم المساعد الثاني حسن عبد العال. كره من غزل العيادي الافريقي الى حد الان في هذا الشوط الاول، ولا كره على مرمى الحارس معز بن شريفيه. سليمان نكشوك يرفع كره طويله، التدخل من شمس الدين الذوادي، ايهاب المباركي الافريقي ولا يلوج على الكرات الطويله اللي تسهل مهمه دفاع الترجي. وسام بن يحيى يحاول التصويب من بعيد، وسام بن يحيى طلب كره كان عنده حل ممكن المنوبي الحداد على اليمين، ويسام بن يحيى همزة الوصل في وسط ميدان النادي الافريقي. حاول لكن التصويبة كانت ضعيفة، تخرج الكرة ضربة 5.50 متر للترجي. خليل شمام بعد إصابة أحمد خليل والتغيير الأول الاضطراري بالنسبة للنادي الافريقي، ودخول المنوبي الحداد 1-0 للترجي بهدف سعد بكير. اول
أول محاولة تقريبا للنادي الإفريقي من وسام بن يحيى بعد 37 دقيقة لعب في المباراة. الترجي اللي في زوج الدربيات الأخيرة عجز على الانتصار على النادي الإفريقي، لكن الترجي يبقى عنده أكبر سلسلة في انتظار هذه الإعادة للعملية الأخيرة وتصدي فاروق بن مصطفى. الترجي اللي عنده أكبر سلسلة من الدربيات دون هزيمة في 20 مباراة متتالية بين البطولة والكأس من 99 ل 2006، 14 انتصار منهم 11 في البطولة و 6 تعادلات. يرجع خليل شمام باش يكمل المباراة. معز بن شريفية بكرة لشمس الدين الثوادي، هشام بن قروي، فوزي بن زردي خذل عبرة من آخر دربي، وصلح كما صلح شهاب الليلي كذلك بعض الأمور الفنية والتكتيكية والوقفة فوق أرضية الميدان في دربي مغاير اليوم لكل الدربيات السابقة. وكرة ياخذها مختار بن خيثر، حاول يعكس الهجمة ابراهيم الشنيحي، يهرب ابراهيم، يعدي ابراهيم الشنيحي بسعد بكير ويدخل بين اثنين ابراهيم الشنيحي ويربح التماس. فنيات كبيرة لولد مولدية العالمة ابراهيم الشنيحي امام سعد بكير وخيلان الشعلالي. فترة القوة بتاع الترجي استغلها كما ينبغي وسجل الهدف الأول في المباراة. الإفريقي يبدأ يفيق في آخر ربع ساعة في الشوط الأول بكرة عرضية تعود من غازي العيادي، يحاول يصوب العيادي وكرة فوق المرمى. غازي العيادي اللي حاول باش يخلق التوازن في وسط الميدان بين الدفاع والهجوم. غازي العيادي كرة كانت ملعوبة من ولد جندوبة، كرة لغيلان الشعلالي آخر تقريبا 6 دقائق في الفترة الأولى دون اعتبار الوقت البديل، وكرة مقطوعة من سليمان نكشك ويصفر المخالفة. يسري بوعلي، إحصائيات المخالفات في هذا الجزء الأول من هذا الحوار كبير جدا إلى حد الآن. برشا اندفاع بدني بين لاعبي الفريقين. بكرة من غيلان الشعلالي، أنيس البدري المرات المخالفة لسليمان كشك. فخر الدين الجزيري اللي تحسن برشا في هذا المركز كمدافع محور. الجاز اللي بدا كصانع العاب في تكوينه مع النادي الرياضي البنزرتي، منظر الكبير جعل منه ظهير ايسر ناجح في فترة ما، وماهر الكنزاري كان مكتشف الجزيري كأكسيال، والجزيري عنده الرولونس نتاعو صحيحة وهذا ما خلاه ممكن ينجح في النادي الافريقي بعد تجربة القوافل الرياضية بقفصة الموسم الماضي مع المدرب قيس اليعقوبي. كرة من بلال العيفة ترجع طويلة صابر خليفة ويسري بوعلي، صفر المخالفة ضد صابر خليفة وضد النادي الافريقي، ويعبر صابر خليفة عن قرار الحكم بطريقته الخاصة. هشام بالقروي الفرجاني ساسي، بالقروي مرة أخرى لمعز بن شريفية، يحاول يضغط روزيكي وكذلك إبراهيم الشنيحي. هشام بالقروي يلقى الحل مرة أخرى في الحارس بن شريفية، بالقروي يضغط إبراهيم الشنيحي، كرة طويلة مختار بن خيثر ما يخواش، طه ياسين الخميسي مع العيفة فخر الدين الجزيري، يطول فخر الدين روزيكي مع هشام بالقروي إلى غيلان الشعلالي في الدويل تقريبا الكرات أكثر نجاح لاعبي الترجي الرياضي التونسي. شهاب الليلي والتفكير في قادم الدقائق والحلول من أجل العودة في المباراة، وفوزي البنزرتي من أجل الاطمئنان على هذا التقدم الآني. بكرة من بالقروي يرفع غازي العيادي، العيادي مع المنوبي الحداد، الحداد ويسري بوعلي ماهوش قاعد يعطي برشا في الافونتاج وقاعد يكسر في برشا لعب في هذا الشوط الأول خاصة في الدقائق الأخيرة الماضية. بلال العيفة، فخر الدين الجزيري، كرة طويلة لصابر خليفة، الكرة الطويلة سهلة لدفاع الترجي، كرة أخرى
تعود في الوسط من غيلان الشعلالي، معطاها ياسين الخليسي. سعد بكير، بكير يحاول يدور بالكره بكير ويلوج على الحلول وياخذها لروزيكي، يمشي مهاجم منتخب الزيمبابوي يسقط ويتيح، وكفره اخر للنادي الافريقي قبل 4 دقائق لنهايه 45. المخالفه من ابن مباركي على ماثيو روزيكي صاحب ثنائيه المباراه الماضيه امام النادي الرياضي الصفاقسي، وكفره اخر لصابر خليفه. الكره الثابته قد تكون حاسمه في هذا الدربي، عديده هي الكره الثابته. والحديث مع الحكم في اكثر من مناسبه لما يزفر للافريقي ولا يزفر للترجي، والمخالفه ياخذها صابر خليفه في هذا التوقيت وهذا التايمينغ، ويسرب عليه ينبه على ايهاب المباركي بعد الاحتجاج الاخير. المباراة ماشية بريكلة 5-5، ماذا بينا تكمل بنفس هذا النسق وهذا الفير بلاي وهذه الروح بين زوز فرق. تنفيذ المخالفة سيكون من غازي العيادي للنادي الافريقي. معز بن شريفية يجهز ويحضر الجدار والمتابعة والحوار والمحاصرة في منطقة ال 16 متر و50 للمهاجم الافريقي ومدافعي الترجي. حركية كبيرة وغزير العيادي يرفع الكرة بالبوكسينج. معز بن شريفية ياخذ الكرة. ابراهيم الشنيحي، كرة ما زالت عند السيا من ابراهيم الشنيح. الشنيح يرجع بالكرة لمختار بن خيثر، يطول مختار بين اللعيفة مع معز بن شريفية. الكرة لحارس الترجي، ما حبش يتفلسف في الكرة الأخيرة. معز بن شريفية بالبوكسينج يرجع كرة خازي العيادي. كرة أخرى من الفرجاني ساسي مع غيلان الشعلالي. الشعلالي شوط أول لحد الآن بين الفريقين بتقدمان للترجي بهدف سعد بكير في الدقيقة 22. فرجاني ساسي مع شمس الدين الذوادي. ذوادي مقطوعة من روزيكي، يحاول يعكس الهجمة غازي العيادي مع صابر خليفة. خليفة يحاول يعدي لغازي العيادي، ياخذها غازي ويحاول يمر بين اثنين العيادي، لكن يرجع أنيس البدري يطول كرة على الخنيسي بالراس، يحاول يحضر لسعد بكير ويحاول يهرب سعد بكير. وبلال العيفة يتدخل، والبطاقة الصفراء لبلال العيفة والورقة الصفراء الثالثة لبلال العيفة اللي باش يغيب كذلك على مباراة يوم الأحد القادم في الكلاسيكو أمام النجم الرياضي الساحلي. بعد أحمد خليل يحتج لاعبي الترجي حبوا على البطاقة الحمراء وإقصاء لبلال العيفة باعتباره كان آخر مدافع، ويسرب عليه يكتفي بالبطاقة الصفراء لمحور دفاع النادي الافريقي بلال العيفة. بطاقة الصفراء الثالثة بعد فاروق بن مصطفى وأحمد خليل. هذه الكرة سعد بكير وبلال العيفة، مخالفة تكتيكية كانت لبلال العيفة بعد كرة وكانت ممتازة. التمهيد والتحذير من طه ياسين الخنيسي لسعد بكير. الكيفية اللي عدى بها الخنيسي الكرة لبكير فيها برشا صنعة وبرشا حنكة وبرشا مهارات، خاصة لما يلعب هذا اللاعب وهذا المهاجم بظهره للمرمى يكون قنطرة بالنسبة لبقية اللاعبين. الخيثر وبلال العيفة سحب العملية الأخيرة أمام سعد بكير، والمخالفة بالنسبة للترجي في وسط الميدان. الكرة والتنفيذ سيكون من غيلان الشعلالي. نلعب في دقيقة في الوقت البديل. الشعلالي مع الفرجاني ساسي، كرة تعود لشمس الدين الثوادي مع
هشام بالقروي بكرة للفرجاني روزيكي معزول روزيكي في وسط دفاع النادي الافريقي كرة طويلة من غيلان الشعلالي التدخل من بلال اللعيفة ياخذها مختار بالخيثر مع ابراهيم الجناحي لكن يعاود يفكها طه ياسين الخنيسي خليل شمام فخر الدين بن يوسف مع غيلان الشعلالي الترجي من خلال هذا الشوط افضل من النادي الافريقي في اول 45 دقيقة من المباراة على مستوى امتلاك الكرة والتنشيط الهجومي معز بن شريفية مع شمس الدين الثوادي إيهاب المباركي وفي هذه اللحظة يعلن حكم المباراة وقاضي اللقاء يسري بعلي على نهاية الجزء الأول بتقدم الترجي بهدف مقابل صفر هدف سعد بكير في الدقيقة 22 وملتقانا بإذن الله تعالى مع انطلاق الشوط الثاني. الافريقي عقلية من باب جديد تال فينومان كبير بتاريخه والوانه الافريقي غالي علينا وماني ناسي الافريقي انت عينيا سيامو بيج باهي ريدو تود كل محبي النادي الافريقي بميل بورسون بونوس على كل عملية شحن بخمسة دينارات والاكثر بونوس مش محدود تكلم به كل المشغلين حياتك الكل اربح وربح جمعي تود متعب عرض سيامو بيج اضغط على نجمة 1920 جيز وإلا امشي لأقرب بوتيك أوريدو سيامو بيج باهي أوريدو الافريقي عقلية مشاهدينا الكرام احبائي الاذاعه الوطنيه الاولى اهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد الى هذا الاستوديو التحليلي الخاص بمباراه ديربي الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي والتقدم الاني في الشوط الاول للترجي الرياضي التونسي هدف مقابل صفر المباريات الاخرى نجم تلاوي كما قلنا من الاول انتصر ضد اتحاد بنقردان في بنقردان بالذات بهدف مقابل صفر ومباراه نادي الصفاقسي والنجم الرياضي الساحلي الان في 95 دقيقه والنادي الصفاقسي متفوق 3-2 ساعتين ونص كابتن المباراة هذه بدأت مال 3 طوال 5 و5 والمباراة ما زالت ما وفاتش مباراة النادي الصفاقسي والنجم الرياضي الساحلي ماناش شاهدوا فيها ماناش عارفين شنو اللي يصير وكيفاش مباراة تدوم ساعتين ونص تنس بكل يلعبوا في التنس بكل أسف كل الاستثناءات أصبحت معناها تدور حول معناها في بلادنا خاصة على ميادينا هذا جاء وقت وجاء وقت ولا أخي محمد جاء وقت باش الناس يا خويا تشعر وتاخذ مسؤوليه واتقوا ربكم في هذا الوطن وفي كره القدم التونسي على كل حال نرجعوا لمباراتنا ونبدا معك كابتن خالد حسني الترجي الرياضي التونسي في 45 دقيقه ولا افضل من النادي الافريقي ضاغط على النادي الافريقي يجبر النادي الافريقي على انه يغير طريقه اللعب نتاعو اللي تعودنا بها في النادي الافريقي الخروج بالكره واحده واحده النادي الافريقي ولا يطول في الكره وغير قادر في انه يتدرج من الوضعيه الدفاعيه للوضعيه الهجوميه في شوط اول يعطيك الصحه محمد هذا السؤال احنا في اول كلامنا في الاستوديو قلنا ان فما نقاط التقاء كبيره بين الافريقي وبين الترجي في الرسم التكتيكي في المراكز في الادوار ولكن نفس المراكز اربعه لعبوا كيف 4-2-3-1 ولو هي اربعه تولي اربعه ما نحبش ندخل في الاربعه وثلاثه وثمانيه ولكن انا جيت باش نحلل اللعب والمضمون المضمون هو سؤالي كان باش نشوفوا نفس المراكز ولكن باختلاف الادوار قاموا الترجي كل واحد قام بالدور اللي معناه يزمو يقوم به اللي هو الدور وقت يزمو يبني وقت يزمو يدافع وقت يزمو يضغط ما ريناهش في الكره الافريقيه اليوم الترجي في الشوط الاول من افضل الاشواط اللي قدمتها الترجي التونسي في هذا الموسم من كل النواحي الفرديه والجماعيه بقى نزيد نعرفوا احنا ان اساس وجوهر وروح الديربي هو يتمثل في التضحيه في العرق في الديوان خاطر ناحي الكره على جانب وناحي التكتيك ولكن اليوم الترجي كانت في مستوى الحدث على كل المستويات على اللعب على المستوى المعنوي المستوى الذهني وخاصه اللي قلت لك في اول لا ديسيبلين تكتيك قداش من صوره ريناها محمد علي رينا يرجع ويدافع اللي ما ريناش في الافريقي تبقى اليوم انا ريت وقتاش
27 دقيقه باش اسمه لاري دروار كيف هيك مختار بالخيط فيت السونتر كشك مريتوش الوليد العيادي اللي كان هو فريمون كنت انا في مخي لليوم مش يعدي مباراه كبيره اللي الوحيد في فما ناس من فرنسا تفرج فيه اليوم. الوحيد اللي في وسط الميدان اللي كان اكتيف اللي كان اكا اللي كان يحاول اللي غطى منه غطى على اليسار مشى يحاول يعمل حاجه هو احمد خليل وخرج الباقي انا ما لكوفريكام يفوت لا فيريتي زيتي باتو دون تو في كل شيء في كل شيء في كل شيء تبقى مباراة كرة قدم 11 ضد 11 وعندك الكرة إذا عندك الكرة تلعب إذا ما عندكش الكرة ما تلعبش كوفريكام بريفي دو بالون بريفي دو بالون إذا أنت بريفي دو بالون الترجي عندهم كما يقولوا الفرنساوي عندهم لي فيزور دو جو اللي هما ما نحبش نقول يخلقوا اللاعب خاطر الناس كنت اللي يصنعوا اللاعب اللي يصنعوا اللاعب ولو كل باس تصنع اللاعب أنت كي تشوف الشعلاني وتشوف بقير وتشوف المبارك والمباركي اللي حكيت عليه هو كجيست وكيفاش خلط على الكره في لقطه الهدف الهدف سبرينت جاريه وكيفاش جاب الكره وزعها يعني لقطه ممتازه الهدف خاطر ريت الترجي هي شعبت الترجي مره جوكور مره جولون مره جوكور نوعت في اللعب نتاعها والكور نتاع الترجي الكور كان جوكور رج خرجت نظيفة من الدفاع كان جولان خرجت نظيفة من الدفاع وأحسن دليل ومثال على ذلك الهدف هدف رائع على مستوى البناء وعلى مستوى الفينيسيون على مستوى الإنهاء معناها احنا كنشوفوا الهدف كنشوفوا الهدف كيفاش لابيل كيفاش الكرة مشيت ولكن الإفريقي هنا في خطأ جماعي شو الخطأ الجماعي أخي محمد علي الخطأ الجماعي الإفريقي وقفت ما يخسيبوش إلا المباركي هو اللي عمل خطر احنا زاد عنا شك بين المباركي وبين كذا المباركي الإفريقي ديفونس كل وقفت تقول لك الكرة تخرج تقول لك امبوسيبل باش المباركي ياخذ على الكرة اوكي ولكن باش يخرجها بنفس الدقه هذيك صعب جدا وذي الفولونتي والانجاجمون اللي حكيت عليه قبيله قلنا معناها راه فما في الديربي فما امور اخرى معنويه ليس تكتيك ولعب ولكن فما رجوليه فما روح فما تضحيه فما عرق فما برشا حوايج بقى الهدف هدف رائع ورائع جدا دونك السكوندا نتاع تاخر نتاع الافريقي الكل الجماعي سكوندا قالوا كره مش تخرج وقفوا با ميلو ميريت ريفيان للي عطى الكره للمباركي بون في الاخر بقير معناها جات وساق اللي صار حد واضح مباراه النادي الصفاقسي والنجم الرياضي الساحلي انتهت بانتصار النادي الصفاقسي بثلاثة اهداف مقابل اثنين فتحي الكابتن نحكي على الشوط الاول نحكي معاك توا على الشوط الثاني كيفاش يتصرف النادي تحب تحكي شويه على الشوط الاول زيد هاي نسيت فتحي ما بسرعه معناها الشوط الاول غني اي غني بالكره لا انا حبيت نرجع جوست معناها الكومبورتمون نتاع النادي الافريقي علاش اليوم شفنا النادي الافريقي في معناها باتو في الحاجه في معناها في الواجهات الكل لانه الترجي التونسي كسب بال 45 دقيقه لعب خاصه وقت اللي يبدا فاقد الكره معناها شفنا اللاعبين نتاع الترجي التونسي ديما لعب من النادي الافريقي عليه ثلاثه زوز لاعبين وشو قلنا انه النادي الافريقي يختار انه يخلي الكره الترجي التونسي يتمركز في المناطق نتاعو ويخرج من حاله دفاعيه لحاله هجوميه بسرعه فكل لحظه هذيك اللي باش يخرج فيها بسرعه الترجي الرياضي التونسي تفوق عليه ما خلاش يخرج شفنا حتى اللاعبين نتاع النادي الافريقي معناها يتخلصوا من الكره ما همش قاعدين يصنعوا في اللعب شفنا انه الترجي الرياضي التونسي معناها كمجموعه في الكومبارتيمون معناها في المكان هذايا وخاصه في افتكاك الكره وقت لي يخسروها معناها شفنا الترجي التونسي تفوق على وهذا معناها اذا كان نتسائل ونقولوا الشنيحي روزيكي وخليفه معناها ثلاثه لاعبين سرعه كبيره ما ريناهمش اليوم علاش لانه وسط الميدان الترجي التونسي هو اللي يتحكم فيه هو اللي ضغط وهو اللي خذ الكره دونك هذاك علاش لازم يعمل توا النادي الافريقي وشهاب الليلي باش يتخطى هالضغط هذا نتاع الترجي التونسي في الشوط الثاني فتحي هو راهو اذا كان نشوفوا معناها الافتكاك الكره ديما حكينا معناها وقت تبدا عندك انت الكره كيفاش تعرف تستعملها وكيفاش تخرج من الضغط هذا نظن انه النادي الافريقي مطالب توا باش يخرج اكثر لقدام باش يضغط اكثر معناها على الترجي التونسي ولو انه باش يخلي مساحات ولكن اذا كان نحكي وشوف باش يخليه الترجي بالطريقه هذه كيفاش ينجم النادي الافريقي يقدم لانه الترجي الرياضي التونسي شفنا معناها دفاع الترجي الرياضي التونسي اليوم يلعب في كل راحه ما شفناش الثلاثه لاعبين هذوما
قلقوا معناها الترجي الذي التونسي هذا نظرا كما قلت الوسط الميدان اللي الوسط ميدان كانت كره ثانيه ديما للشعلاني والساسي ونشوفوا حتى الهدف شعلاني معناها كره 30 40 متر وما فماش ضغط ما كانش ضغط عليه ولكن كما قلت لك يلزم وسط الميدان اللي قاعد نقولوا نحن الترجي الذي التونسي فك منطقه وسط الميدان ومول اكثر اللاعبين الهجوم شفنا حتى معناها بن يوسف البدري الخنيسي كيف كيف شفنا اللاعب شمام خرج معناها الصعود نتاعو ولكن كما قلت لك الترجي التونسي كان متفوق اكثر في افتكاك الكره لانك وقت تفتك الكره تصنع لعب وتمشي لقدام وتمول اللاعبين اللي قلنا اللاعبين معناها الترجي الذي التونسي ولا النادي الافريقي يشبهوا لبعضهم فما سرعه القدام من هنا فما سرعه فما لاعبين خبره فما لاعبين خبره ولكن في منطقه وسط الميدان هي اللي كانت معناها كان متفوق بها الترجي الذي التونسي وخاصه قلت وقت النادي الافريقي يحب يخرج فالترانزيسيون هذيك في المومون اللي تبدا عنده الكره ويحب يخرج يلقى انه الترجي الذي التونسي يضغط بزوز بثلاثه على حامل الكره كابت هو على كلام فتحي معناها بعباره معناها بعباره شعبيه تخنق النادي الافريقي تخنق ولكن الميريت تاع الترجي الاستحقاق صعب وصعب جدا انك تعمل انت ضغط ما عملوش ضغط معناها في مناطق ولا 40 عملت ضغط تاع 20 30 متر امام بن مصطفى وحاجه اخرى كي يخسر الكره في باس ولا انترسبسيون تاع كيفريكا الى ريكوبير على سورس غادي وتفكت غادي وتفكت ياخذها ولكن الميريت الاخر تاع الترجي كي تفكها مش تلقى انت كثافه عدديه ما تلقاش سباس اي بورتون كثافه عدديه واسباس مش موجود وخرج كره ومشى كره وعمل معناها وخلق الخطر هذه هي المشكل النادي الافريقي كما قلنا راهو تداعيات تاع وسط الميدان اذا وسط الميدان ما يمشيش تداعيات على كل الخطوط ولكن انا لاحظته المره ذي هو مش وسط الميدان برك هما خمسه لاعبين اللي هما ريناهم احنا في مباراه نادي الصفاقسي اللي هو ظهير الايمن ظهير الايسر وثلاثه في الوسط هذوما خمسه كي عندك خمسه ملاعبيه ماهوش ما مشاوش بالكل دونك تشوف انت معناها يختل التوازن في الفريق فاهم عشان ما التوازن الخمسه ملاعبيه ما لقاوش الكره ils sont privés de ballon مشكل كنا ملاعبيه معناها عداوا الوقت وما يجريوا على الكره اي يقول لك اكثر حاجه ما يحبهاش الكوارجي سي خالد وقت اللي يبدا يجري ورا الكره يجري الكره ولكن هذا الترجي داكوردو خليت تجري على الكره ولكن زاد الترجي استعفت بالكره خاطر عنده بين اسيست تكنيك فهمت لا ميتريز لا بال كانت من الترجي وانا قلت قبيله لي في الزور دو جو في توا في الافريقي الشوط الاول كانوا اكثر موجودين على مستوى الفني ولا مستوى لا ميتريز لا بال اكثر والذكاء خلينا نتكلموا خاطر نتكلموا ياسر على التكتيك ولكن كي عندك كره فما ذكاء الذكاء مش باش يعطيه لك المدرب ولكن ذكاء اللحظه انت باش تقرر باس كورت باس لونغ ولا تير ولا كذا واضح حكينا عن النادي الافريقي كابتن بسرعه يظهر لي واضح شنو باش يعمل الترجي في الشوط الثاني باش يحافظ على الثوابت نتاعه ويحاول يستغل الفراغات اللي باش يخليهم النادي الافريقي اذا كان باش يقدم ويحاول يعدل هي فما سؤال اللي الطاقه المبذوله تاع الترجي التونسي في الشوط الاول طاقه كبيره وكبيره ياسر هل الطاقه هذه عنده مخزون من الطاقه باش ياهل وباش بدنيه باش يواصل باش يواصل في نفس النسق هذا هو السؤال الافريقي انت متاخر بواحد شيء ما عاد فما حسابات اكثر ولا اقل واضح شكرا كابتن شكرا فتحي سيختون كره ان شاء الله نكملوا نشوفوا شوط ثاني ممتاز تفرجوا فيه معنا بعد فاصل اشهري قصير تفضل سهرة الحب والسلام مع النجمة العربية ماجد الرومي سيدة الطرب العربي تغني لتونس في عيد الاستقلال موعدكم ليلة السبت 18 من مارس مع الصوت الملائكي ماجد الرومي مصحوبة بفرقتها السيمفونية بالقاعة المغطاة برادس تباع التذاكر على موقع تونيزي بوكينج ما تفلتش اكبر تظاهره كرويه الكوبا كوكا كولا في دورتها الثالثه جرينتا وغرام ومنافسه قويه ما بين الشبان والليسيات ملا تحمس وتفرج على الملاعبيه المغرومين اللي على لعبهم متسمين الجرينتا الدينامو الجمعيه والفنان والكاب وصمام الامان النمس والمعلم اللي يخلي الشبكه تتكلم
كوبا كوكا كولا فك بلاستيك. بدع القشو جديد كفريت تتقربش بكريمة طعم شويكام ومغلفة بكريمة قوش شوكولا بلان. ويش بدع القشو شويكام الفريقي عقلية من باب جديد تال فينومان كبير بتاريخه والوانه الفريقي غالي علينا وماني ناسي الفريقي انت عينيا. سيامو بيل باهي ريدو تويت كل محبي النادي الإفريقي بميل بورسون بونوس على كل عملية شحن بخمسة دينارات والأكثر. بونوس مش محدود تكلم به كل المشغلين حياتك الكل. اربح وربح جمعيتك وتمتعب عرف سيامو بيل. اضغط على نجمة 1920 جيز وإلا امشي لأقرب بوتيك أوريدو. سيامو بيل باهي أوريدو الإفريقي عقلية. مرحبا بكم في الطبيعة، مرحبا بكم في المزرعة. الولاد نحب التركيز، الناس الكل تستنى في ماتش اليوم كالعادة، لازمنا نشرفوا المريول ونفرحوا الجمهور. بالسيرفيس بورتابيليتي من غير ما تبدل نمروك، كومبوزي نجمة 172 دياز وامشي لأقرب سباس تي تي باش تختار أقوى جمعية والليني هي هي. ترجي موبيل مكشخ وعليك الكلام. مشاهدينا الكرام السلام عليكم مجددا من الملعب الأولمبي برادس والفترة الثانية من مباراة الترجي والنادي الإفريقي ديربي العاصمة في الجولة الثانية بلاي أوف. فكرة عن أبرز المحاولات في الشوط الأول والتقدم الآني للترجي بهدف مقابل صفر، هدف سعد بقير في الدقيقة 22 بعد تقريبا زوز ثلاثة محاولات كانت جدية للترجي دون محاولات تذكر بالنسبة للنادي الإفريقي. هذه عملية الهدف بعد أسيست كان من إيهاب المباركي، كرة راجعة وعدم التغطية من دفاع النادي الإفريقي والكرة كانت لسعد بقير من خلال الالتقاط وتسجيل الهدف الافتتاحي بالنسبة للمباراة 1-0 في فترة أولى في انتظار انطلاق الشوط الثاني. الترجي بلغة الملاكمة بالنقاط كان متقدم في الشوط الأول على النادي الإفريقي ومتقدم كذلك في النتيجة الإفريقي اللي كان خارج الموضوع وخارج النص في الجزء الأول من هذا الحوار. عدد 125 الإفريقي اللي خسر أحمد خليل في وسط الميدان بسبب الإصابة والتعويض كان بالمنوبي الحداد، والترجي استمد القوة امتعه من خلال قوة وسط الميدان وانسجام الفرجاني ساسي وخيلان الشعليلي. إبراهيم الشناحي مختار بالخيثر وفكرة عن الجماهير الحاضرة في الملعب الأولمبي براس جمهور الترجي قرابة 25,000 متفرج مقابل 2,000 متفرج بالنسبة لأحباء النادي الإفريقي. يسري بوعلي ولحظات قبل انطلاق الفترة الثانية حوار بين خليفة والخنيسي والحوار من أجل
تصدر هذه المجموعة في هذه المرحلة الثانية من البطولة بعد هزيمة النجم الرياضي الساحلي في صفاقس في الطيب المهيري بثلاثة أهداف مقابل اثنين، وانتصار النجم الرياضي بالمتلوي على الاتحاد الرياضي بمقردان في ملعب حي المطار بهدف مقابل صفر. الترجي والإفريقي الاثنين يتطلعان للصدارة بعد فوز مباراة الجولة الأولى، وفترة ثانية أكيد ستكون حاسمة جدا. الحكم يسري بوعلي أصغر حكم اليوم يدخل لتاريخ الدربيات كأصغر أربيتر يزفر قمة العاصمة وقمة الكرة التونسية لحضور هذه الجماهير، جمهور الترجي وجماهير النادي الإفريقي من خلال المتابعة والمشاهدة على الوطنية الأولى. بالنسبة للأسماء اللي بدأ بها فوزي البنزرتي لم تتغير بعد شارة البداية في الجزء الثاني من خلال صفيرة الحكم يسري بوعلي، معز بن شريفية، يبل مباركي، خليل شمام، شمس الدين الثوادي، هشام بالقروي، الفرجاني ساسي، غيلان الشعلالي، سعد بكير، أنيس البدري، فخر الدين بن يوسف، وطه ياسين الخنيسي. بالنسبة للنادي الإفريقي، فاروق بن مصطفى، مختار بالخيثر، سليمان كشت، فخر الدين الجزيري، بلال العيفة، غازي العيادي، أحمد خليل خرج بسبب الإصابة ودخل منوب الحداد، وسام بن يحيى، إبراهيم الشنيح، عصام الخليفة، وماثيو روزيكي. بكورة لفخر الدين الجزيري والمخالفة للترجي في بدايات الشوط الثاني شبيهة بالشوط الأول. الروج فخر الدين بن يوسف، زوز أهداف في الكونتر هذا الموسم بعد العودة من إصابة. بوعلي في خمس مقابلاته هذا الموسم في أول موسم ليه في الرابطة المحترفة الأولى مع الكبار. هشام بالقروي ثاني محترف يلعب الدربي بزي الفريقين بعد المالي ترامان تراوري، كرة لطويلة منوب الحداد، يرجع للتغطية خليل شمام بكرة لهشام بالقروي مع شمس الدين الثوادي. البطاقات البديلة استعمل منهم بطاقة شهاب الليلي، مازال في الانتظار سيف تقا، أسامة الدراجي، عصام التخيلي، حمزة العقربي، وعلي العابدي تونسيان الحارس الثاني عاطف التخيلي. بالنسبة لفوزي البنزرتي الأسماء البديلة تتكون من علي الجمل، علي المشاني، أيمن بن محمد، فوسيني كوليبالي، محمد علي منصر، آدم الرجيبي، والليبي محمد زعبي. هذه كرة من غازي العيادي حاول يعكس الهجوم النادي الإفريقي، صابر خليفة سريع على الرواق الأيسر، خليفة يحاول التمهيد وكورته موجود في التدخل. شمس الدين الثوادي مخالفة أخرى، يسري بوعلي يزفرها ويعاود يعطي كرة للترجي. هاي المخالفة اللي ارتكبها وسام بن يحيى على أنيس البدري بعد كرة أولى للنادي الإفريقي، والتمهيد كان خاطئ من صابر خليفة لغازي العيادي بعد تقريبا ثلاثة دقائق لعب من انطلاق الفترة الثانية. فرجاني ساسي يبدل كرة لفخر الدين بن يوسف، فخر الدين، فخر الدين، فخر الدين يحاول يمر، فخر الدين، فخر الدين يهرب، فخر الدين باهي المراوغة، تمرير وتدخل من بلال العيفة، عمل كل شيء. الروج شعل الضوء الأحمر لدفاع النادي الإفريقي بعد هذه العملية الفنية الجسدية في قلب دفاع النادي الإفريقي. شوف فخر الدين بن يوسف كيفاش تجاوز العيفة في مناسبة أولى، وبلال تدخل وأخرج الكرة للركنية، ثاني ركنية في المباراة للترجي والأولى في هذه الفترة الثانية. تتنفذ الركنية من سعد بكير، الرأسية من الفرجاني، يخرجها فخر الدين الجزيري، يصلحها إبراهيم الشناحي، يعطيها لسعد بكير، تخرج الكرة غازي العيد، ياخذها هشام بالقرب، يهب المبارك مع شمس الدين الذواد، الذواد يحاول يلعب كرة مع سعد بكير، يرجع لوزيكي للتغطية. الترجي ديما في الهجوم بكرة أخرى من أنيس البدري، البدري مع سعد بكير، يعاود يرجع بكير للبدري ويحاول يدخل البدري. إمكانيات كبيرة وفنيات وشو مع بداية المباراة في الشوط الثاني من ملعبية الترجي الرياضي التونسي. يا له من دربي ويا لها من فرجة ويا لها من لوحة مرسومة فوق أرضية الميدان بين اللاعبين، هكذا يكون الدربي أو لا يكون. بكرة أخرى تعود للحارس فاروق بن مصطفى، 1-0 للترجي، والمباراة مازال فيها برشا لعب، برشا كرة. هل تتغير النتيجة؟
النتيجة مرة أخرى للترجي أم يعدلها النادي الإفريقي. والمنوب الحداد منوب يحاول يهرب بخليل شمام والمخالفة ضد المنوبي وضد مهاجم النادي الإفريقي مع المدافع على أيسر للترجي لعب الخبرة خليل شمام العائد من بعيد بعد إصابة وبعد التوعك الصحي الأخير. لكن خليل شمام يعني بخبرة السنوات الطويلة في الملاعب مع الترجي والتجربة الاحترافية مع كيماريش يرجع للتشكيلة الأساسية ويتفوق على أيمن بن محمد اللي لعب الدربي الأخير وكذلك حسين الربيع. كرة أخرى طويلة من دفاع النادي الإفريقي لهجوم الترجي سعد بكير. بكير ممكن من أفضل المقابلات اللي قاعد يعمل فيها بكير هذا الموسم مع الترجي. ونيسان بدري يحاول يهرب بالخير وبالرأس من فخر الدين بن يوسف والتصدي لفاروق بن مصطفى. الترجي توصية فوز بن زركي كيما العادة وكيما المعتاد الضغط منذ البداية البريسينج والضغط العالي الكل يدافع الكل يهاجم. الترجي كيما بدأ في الشوط الأول كيما يبدأ في الشوط الثاني تكتيكية كبيرة بين فوزي البنزرتي وشهاب النيلي. الدربي 17 لفوزي البنزرتي و11 على بنك الترجي. الستة الأخرى كانت مع النادي الإفريقي. البنزرتي مخسر كان دربي واحد دربي 8-2 2017 مقابل الدربي الثاني اليوم لشهاب النيلي اللي كان ربح الدربي الأول. فاروق بن مصطفى وكرة للنادي الإفريقي. يلعب فاروق كرة خيلان الشعلالي الجزيري مع طه ياسين الخنيسي سعد بقير فخر الدين الجزيري مرة أخرى نسق جنوني في البداية بكرة لطه ياسين الخنيسي يحاول يمر الخنيسي تغطية موجودة كانت من ويسام بن يحيى يعطي لافونتاج يسري بوعلي الروج كرة لفرجاني ساسي. فرجاني والله فرجاني بهذه العملية واللقطة الفنية الفرجاني ساسي اليوم الكرة كان جاء عندها لسان راهي نطقت راهي عبرت راهي تكلمت على الفرجاني ساسي راك فنان بهذه اللقطة وهذه الكرة الأخيرة. الفرجاني في وسط ميدان الترجي قاعد يعطي في برشا حلول بالنسبة للخميسي والروج وأنيس البدري. كرة من فاروق بن مصطفى يرفع كرة لدويلة ريفيكي بعيد عليه. الإفريقي برشا أمور إلى حتى الآن ماهيش واضحة وماهيش ماشية في التركيبة بتاع شهاب النيلي. وهذه كرة لصابر خليفة كرة التعادل لكن ريفيكي يضيع هدف التعادل على النادي الإفريقي بأول كرة في الشوط الثاني. وجمهور الترجي يتفاعل السيطرة الآنية للترجي في هذه المباراة بكرة من خليل شمام. شمام طه ياسين الخنيسي سعد بقير خيلان الشعلالي يحاول يصوب من بعيد الشعلالي الكرة متاعه سهلة للحارس فاروق بن مصطفى. تعود الكرة لمعز بن شريفية موجود الفرجة والتقلبات الدربيات تعودنا عليها في تونس بين غالب ومغلوب بين الإفريقي والترجي والعاصمة كل الولايات والمدن والقرى تعيش على وقع هذه المباراة الأبرز في كرة القدم التونسية. وهذا ريزي كيمات بالرأس صبر خليفة يدخل خليفة يسري بعلي ما يعطيش المخالفة اللي طالب بها صبر خليفة ويحتج مرة أخرى لعبية النادي الإفريقي على قرار يسري بعلي يتنفذ التماس مختار بالخيثر يوزع مختار كرة فخر الدين بن يوسف أطول وأسبق من صبر خليفة ياخذها الدوسيام بال خاسي العيادي. العيادي يحاول التمهيد لمختار بالخيثر الافريقي ولا يلعب على الاطراف بالخيثر يحاول التوزيع لكن التوزيع نتاعه ما توصلش يحاول ياخذها ابراهيم الشنيحي. الشنيحي مع وسام بن يحيى يرجع طه ياسين الخنيسي بكره لإيهاب المباركي فخر الدين بن يوسف مع طه ياسين الخنيسي كره اخرى وخطا اخر في اللاعب النادي الإفريقي في هذا الحوار والديال مع طه ياسين
بعد تقريبا 9 دقائق لعب. هذه كرة صابر خليفة والمطالبة بمخالفة، وبعلي يعطي لافونتاج وخل ما فما حتى شيء، اكتف بكتف مع إيهاب المباركي، وصابر خليفة في المحاولة الأخيرة. سليمان كشك، كرة سعد بكير، الخنيسي بكير مرة أخرى، بكير بكرة للترجي غزل عيادي، إيهاب المباركي التوزيعة والتدخل من سليمان كشك، سعد بكير، كرة ما زالت عند الترجي، أنيس البدري، البدري يمشي له فخر الدين الجزيري، يحاول يفك هذه الكرة، مختار بالخيثر، يرفع الكرة الطويلة، حاول يستغل سرعة روزيكي وصابر خليفة الإفريقي في هذه الفترة من خلال بعض العمليات والهجومات المعاكسة. إبراهيم الجنيحي مع سليمان كشك، كشك الجنيح، الجنيح يهرب بغيلان الشعلال، الجنيح يدخل العمق وسط الميدان ويربح المخالفة. إبراهيم الجنيحي مع إيهاب المباركي، إبراهيم الجنيحي عدولي الجزائري السابق لمنتخب الخضر الجزائري والعيفة، وكشك مع الحكم يسري بوعلي، ورقة صفرة أخرى للنادي الإفريقي بعد هذا الاحتجاج، والبطاقة الصفراء لسليمان كشك، رابع ورقة صفرة للإفريقي بعد بن مصطفى كشك العيفة وخليل. النادي الإفريقي خسر الثنائي العيفة وخليل لمباراة الكلاسيكو يوم الأحد القادم في أولمبي سوسة أمام النجم الرياضي الساحلي انطلاقا من الساعة 4 عصرا. الترجي سيستضيف في أولمبي رادس بداية من الساعة 3:15 الاتحاد الرياضي في بنقردان، وفي المتلوي بداية من الماضي 2:30 النجم الرياضي بالمتلوي مع النادي الرياضي سفاقسي. تعيينات الجولة الثالثة للبلاي أوف والمخالفة للنادي الإفريقي والتنفيذ سيكون من سليمان كشك. يطلع العيفة والجزيري في محاولة لاستغلال مثل هذه الكرات، سليمان كشك والكرة الرأسية من روزيكي خارج الإطار. تصويبة ماثيو روزيكي سوزادة في لحد الآن بعد 5 مقابلات مع النادي الإفريقي بين البطولة والكأس، ومعز بن شريفية في تنفيذ 5.50 متر. العيفة ينظم الدفاع، بلال مع الخنيسي، كرة تعود لفخر الدين الجزيري، يخرج منوب الحداد، الحداد اللي خارج الموضوع وخارج الخدمة في هذا الدربي بعد ما دخل مكان أحمد خليل غير موجود إلى حد الآن. منوب الحداد في الخط الأمامي للنادي الإفريقي، تغيير شهاب الليلي اللي كان بين خيارين، يا يدخل الدراجة يا يدخل المنوب، قرار حسمه في ثواني بإدخال المنوب بمكان خليل. بكرة أخرى للترجي ما زالت عند خليل شمام، يحاول التوزيع خليل بلا العيفة، كرة تبقى لإبراهيم الشنيحي، يعكس الهجمة النادي الإفريقي، الشنيحي يرجع سعد بكير، صابر خليفة، خليفة بكرة لسليمان كشك كما جات من سليمان إلى الفرجاني الساسي. الترمومتر في وسط ميدان الترجي، كل الكرات موجود أمامها الفرجاني. كرة لإيهاب المباركي يرفع طويلة بلال العيفة، يمسها بلال وتخرج الكرة للركنية الثالثة للترجي في هذا الدربي 125 دربي التاريخ، الدربي قصة، الدربي حكاية، الدربي رواية، الدربي ماتش غير كل المقابلات. الدربي له صيت عربي وإفريقي وآسيوي، الدربي بنكهة تونسية بالألوان الحمراء والصفراء والسوداء والحمراء والبيضاء. كرة من الركنية يدخل دفاع النادي الإفريقي، إيهاب المباركي ما زالت بين صابر خليفة، يحاول يخرج غازي العيادي مع هشام بن قروي، وثلاثة ضد اثنين ويسري بعلي يصفر مخالفة ضد النادي الإفريقي للترجي. تبقى الكرة تقريبا ربع ساعة لعب في هذا الشوط الثاني، احسبها رفع الساق
يسري بوعلي من غازي العياتي، كرة تعود إبراهيم الشناحي، لمسة بعيد على سامري خليفة شمس الدين الثوادي، يخرج فاروق بن مصطفى، كرة لصابر خليفة شمس الدين الثوادي لبلال العيفة، زوج فرق ويطولوا في الكرة، بلال كرة تمشي لخليل شمام، شمام يحاول يرفع ويلوج على أنيس البدري مع مختار بالخيثر ليعمل التغطية. الترجي اللي على 11 ماتش سجل الأول، عمل 9 انتصارات وزوج تعادلات منهم واحد في درب الذهاب للمرحلة الأولى. البدري سجل وعدل إبراهيم الشنيحي، الفريق يرجع في مناسبتين بعد مباراة مستقبل كابس ومباراة النادي الصفاقسي، الاثنين كان خسر فيهم واحد بريش ربح 51 في كرة من الفرجاني، يصوب الفرجاني تضرب في الدفاع وترجع، والبدري كرة أخرى لفاروق بن مصطفى. الترجي في الفينيش غير حاسم إلى حد الآن، واقف فاروق ودفاع الإفريقي صابر خليفة يحاول يمر مروان سعد، والمخالفة لصابر خليفة، الإفريقي يلعب ضد الوقت وضد النتيجة، وأسامة الدراجي هو الورقة الثانية بالنسبة لشهاب الليلي في هذه اللحظات وفي هذا الشوط الثاني بعد إصابة صابر خليفة والتدخل، يدخل أسامة الدراجي مكان المنوب الحداد، الحداد اللي ما عمل شيء وما عطى شيء وما قدم شيء بعد دخوله تقريبا في وسط الشوط الأول مكان أحمد خليل. الدراجي في الدربي الثاني مع النادي الإفريقي والدربي 13 في المجموعة العام بعد 11 مع الترجي، 29 سنة السبعة الحية في الإفريقي، عازف الإيقاع الهجومي وصاحب أسرع هدف في تاريخ الدربيات بعد 9 ثواني في 2011. الدراجي 7 ألقاب مع الترجي منهم 3 بطولات، صاحب الكرة الذهبية التونسية 2009 وأفضل لاعب محلي إفريقي 2011. أول كرة، أول لمسة، أول همزة وأول كفرة يجيبها الدراجي اللي قدم الإضافة في الدربي الماضي وفي المقابلة اللي تعدت قدام السي اس اس، كرة من فخر الدين الجزيري قصيرة، الدراجي ما يخوش مع غيلان الشعلالي وسعد البكير ولمسة طه ياسين الخميسي، وفخر الدين الجزيري يحاول يخرج بالكرة بلمسة لسليمان كشك، والتماس للترجي وفخر الدين بن يوسف، وكان به هشام الليلي خسر زوج تغييرات في هذه المباراة، التغيير الاضطراري بتاع أحمد خليل والتغيير الثاني بعد ما دخل الحداد ولم ينجح في المهمة اللي دخل من أجلها. التماس كان واضح للنادي الإفريقي بعد لمس الكرة من فخر الدين الجزيري، قرار المساعد مروان سعد التوش للترجي، كرة ترجع من إبن مباركي وسمى للترجي، يمر لمسة مع صبر خليفة، إفريقي ممكن يلقى الحل في الدراجي باش يلعب الكرات القصيرة بالرسم التكتيكي 4-2-3-1. سليمان كشك يلعب كرة شعلالي، دراج ياخذها الدراجي، فنيات كبيره في وسط الميدان، يسرب عليه ما يعطي الشيء، كره تبقى للترج من فرجاني ساس، فرجاني طويله، فخر الدين الجزيري بكره لوسام بن يحيى، بن يحيى اللي قدم افضل مباراه ليه هذا الموسم مع نادي رادي صفاقسي، اليوم مباراه مش هي في وسط الميدان مع غازي العيادي امام الشعلالي والفرجاني ساسي، وسام الدراجي بكره اخرى مع الروزيكي متفطن شمس الدين الثوادي، كره تبقى لمختار بن خيثر يحاول التوزيع بعيده من مختار بن خيثر، كره بعيده من المدافع الايمن الجزائري، ممكن واحد من ابرز نقاط ضعف دفاع الافريقي على الرواق الايمن بن خيثر، لم يقدم الاضافه المطلوبه كمحترف خاصة على مستوى البناء الهجومي والتوزيعات لخليفة وروزيكي والشنيحي، كرة ترجع من معز بن شريفية، 20 دقيقة لعب تقريبا في الشوط الثاني، 1-0 للترجي، بونتو سعد بقير في الدقيقة 22، خيلان يطول على طه ياسين الخنيسي، ملعوبة من فخر الدين الجزيري يخرج كرة للتماس، مباراة أصبحت حديد في حديد، إفريقي من أجل التعديل والترجي من أجل التأمين،
الجزيري بكرة فوزي البنزرتي بعد كوتشينج شهاب الليلي بإقحام أسامة الدراجي. قد يكون آدم الرجابي واحد من الحلول في الفترة القادمة. مخالفة أخرى للترجي على غازي العيادي هذه المرة. المادة الخامة موجودة بالنسبة لغازي العيادي في وسط ميدان النادي الإفريقي. والخطأ على فخر الدين بن يوسف. سعد بقير وإيب المباركي. والمخالفة للترجي. فاروق بن مصطفى اللي رجع لحسابات الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي. كرة من إيهاب المباركي للتوزيع. أعلى من الناس الكل فاروق بن مصطفى ياخذ هذه الكرة. بن يوسف اللي رجع لمستواه المعهود على مستوى تأمين حراسة مرمى النادي الإفريقي. في حوار كان مع هشام بالقروي زميله السابق في السياق. كرة من سليمان كشك. فخر الدين الجزيري يطول الكرة. إيهاب المباركي مع خيلان الشعلالي. الشعلالي استيمتة كبيرة على الكرة. المباركي يرفع في وسط الميدان. كرة لأنيس البدري مع الفرجاني الساسي. الفرجاني عندما يريد تصعيد نسق المباراة يساعد، عندما يريد أن يحافظ على النسق نفسه يخليه. والبدري بدري 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 أنيس البدري. الهدف الثاني. برشا صنعة، برشا ذكاء، برشا فنيات في هذا الهدف الثاني للترجي في الدقيقة 21 تقريبا. نفس هدف توقيت الشوط الأول لهدف سعد بقير. أنيس البدري يضعف النتيجة للترجي الرياضي التونسي ويسجل ثاني أهدافه في الدربيات بعد 30 أكتوبر 2016 في المباراة اللي فات 1-1. شوف البدري اش عمل، حل ساقي وشاط بداخل الساق اليمنى. أنيس البدري يحط كرة في القائمة الثانية على فاروق بن مصطفى. كانت بعيدة ويتمكن من تسجيل الهدف الثاني بالانتريار. البدري يحط كرة في الشبكة في الفيلي ليعلن عن ثاني الأهداف الترجية في هذا الدربي 125. وحيرة بالنسبة للنادي الإفريقي مشى حتى شيء في هذا الدربي في هذه المباراة. كرة من سليمان كشوك ترجع لفخر الدين الجزيري. الضغط من طه ياسين الخليسي. فخر الدين بن يوسف برشا روح عند لاعبين الترجي. مقطوعة من اللاعبين اللعيفة. خازي العايد تبقى للفرجاني ساس. ساس لمسة لخليل شمام. شمام كرة للترجي من أنيس البدري. فرجاني ساسي مرة أخرى. فخر الدين بن يوسف مقطوع على الكرة. إبراهيم الجنيحي حاول يعكس الهجمة. الجنيحي بعده أسامة الدراجي ويسرب عليه. والمخالفة شكون المخالفة يقررها ويحسمها؟ يسرب عليه النادي الإفريقي. يبقى طه ياسين الخميسي ميدان بعد الإصابة الأخيرة اللي تعرض لها. 2-0 للترجي. يترجم السيطرة اللي خذها منذ بداية المباراة على النادي الإفريقي. سعد بكير في الدقيقة 22 شوط أول، وأنيس البدري في الدقيقة 21 الشوط الثاني. 66 في المباراة. البدري يتمكن من تسجيل ثالث أهداف وهذا الموسم مع الكشخة. باش يبقى الهداف تاع ياسين الخميسي بتسعة أهداف وأفضل بيتر في البطولة. الثاني إبراهيم الشناحي من النادي الإفريقي بست أهداف. العناصر البديلة للترجي فوزي البنزرتي في الدربي 17 عرف من أين تأكل الكتف بعد هزيمة الدربي الماضي. الشعباني وآخر التوصيات لطه ياسين الخليسي. وأجواء الملعب الأولمبي براتس. جماهير الترجي والبعض من أحب النادي الإفريقي. والكرة ستعود من مخالفة للنادي الإفريقي.
يرجع الخميسي ويرجع اللعب بكرة من فخر الدين الجزيري لخازي العيتي. العيتي خازي مع أسامة الدراجي. الدراجي دراجي أسامة. أسامة يلوش ملقاش الحل. أسامة الدراجي في وسط الميدان يحاول يرفع الكرة والتدخل من خليل شمام ومتسلل إبراهيم الجنيحي وسط ميدان الترجي كتلة واحدة بلوك واحد مسكرين كل مفاتيح لعب النادي الافريقي لما لقاش الحلول. مشفر دفاع الترجي في هذه المباراة. هذه الكرة من أسامة على الترجي وخروج إبراهيم الجنيحي بين خليل شمام وهشام بدقروي. كرة بين فخر الدين الجزيري وطه ياسين الخميسي. الحوار الأخير كرة من سليمان كشوكتو رب عليه طه ياسين الخميسي مع الجزيري ياخذها مدافع النادي الافريقي يخرج بها الجزيري. الجزيري مع روزيكي. روزيكي روزيكي يحاول يعطي كرة لصابر خليفة. خليفة صابر صابر خليفة يحاول التوزيع وهدف تبديل الفارق إبراهيم الشنيحي. صابر خليفة في التمهيد والشنيحي جميل جدا هدف النادي الافريقي بين ساقين معذب الشريفيه الجزائر الشناحي. 7 اهداف هذا الموسم يعاود المباراه لنقطه البدايه يعاود يرجع النادي الافريقي في اللقاء. الجزيري باسر روزيكي في التمهيد يعطي صابر خليفه. خليفه في ثاني تمريره حاسمه بعد البونتو تاع روزيكي ضد النادي الصفاقسي. الشناحي الشناحي متمركز مليح بين ساقين معز بن شريفية هدف الجزائري الجنيحي. 2-1 الدربي يعود من جديد. 26 دقيقة لعب في الشوط الثاني. 2-1 يلهم المباراة. ملا ماتش ملا دربي ملا روح على هدف حاضرة بقوة هذا الدربي والفرجة موجودة ومؤكدة على الوطنية الأولى. إيش خير من هكا. صابر خليفة كرة أخرى وسام الدراجي من جديد ياخذ الكرة. دراجي يتبع فيه خيلال الشعلالي. دراجي دراجي وتسمعوا فيه صافرات جماهير الترجي أكيد كل ما يلمس الدراجي الكرة الطويلة والمقطوعة من خليل شمام ترجع للفرجان يساس. فرجان الإفريقي تقريبا في أول كرة خطيرة على الجريفية يتمكن من التسجيل. فخر الدين بن يوسف يحاول يعطي كرة يانس البدري يتدخل مختار بن خيطر ويصفر المخالفة. يسري بعلي يرجع للمخالفة على فخر الدين بن يوسف. ثلاثة أهداف إلى حد الآن في هذا الدربي. 125 لاعبية النادي الإفريقي يحتجوا على قرار يسري بوعلي والعودة للمخالفة المرتكبة على فخر الدين بن يوسف. هذا الربلي فخر الدين بن يوسف مع فخر الدين الجزيري والمخالفة للترجي بقرار قاضي المباراة. وسعد بقير سحب الهدف الافتتاحي للمباراة مع غيلان الشعلالي في تنفيذ هذه الكرة الثابتة. بدينا نقرب تقريبا للنصف ساعة من زمن هذا الشوط الثاني والنتيجة أصبحت تقدم الترجي 2-1. سعد بكير وعنيسة البدري وابراهيم الشنيحي. الشنيحي اللي سجل بالمناسبة ثاني هدف ليه في دربي العاصمة التونسية بعد هدف 30 اكتوبر 2016. لما يسجل البدري يسجل ابراهيم الشنيحي في تاريخ الدربيات. كرة للترجي من مخالفة. سعد بكير هو اللي باش يتكفل بتنفيذ هذه الكرة الثابتة. كل ملاعبية السيا في الديزويت ما عدا إبراهيم الشنيحي. جدار الدفاع وسعد بكير يحاول التنفيذ. إبداع من فاروق بن مصطفى في التصدي لكرة سعد بكير. تبقى الكرة لروزيكي وتعود للنادي الإفريقي من فخر الدين الجزيري. تصدي فاروق بن مصطفى بهذه الكرة وهذه التصويبة اليسارية لسعد بكير.
فاروق يحرم بكير من تسجيل الثنائية في هذا الدربي. كرة تعود لفخر الدين بن يوسف مع الفرجاني ياساسي ليطاها ياسين الخنيسي ويسري بوعلي يرجع مرة أخرى للمخالفة. كم هي عديدة المخالفات، برشا كفرونات وتغيير بالنسبة للترجي. فوسيني كوليبالي يستعد للتغيير الأول، المدرب فوزي البنزرتي لتأمين أكثر ممكن التغطية الدفاعية على مستوى منطقة وسط الميدان للإيفواري فوسيني كوليبالي. كوليبالي اللي كان لعب في المتلوي وفي الشوط الثاني وخذا مكان سعد بقير، هل يكون نفس التغيير بالنسبة للمدرب فوزي البنزرتي؟ ومرة أخرى سعد بقير قدام الكرة مع أنيس البدري في مخالفة ثانية للترجي الرياضي التونسي، وتقطع اللعب في الفترة الثانية بتعدد مثل هذه الكرات. نص ساعة لعب في الفترة الثانية، 2-1 للترجي. كرة أخرى من سعد بكير وغيلان الشعلالي، المرة هذه قد يكون هو المنفذ لهذه الكرة. الشعلالي يلعب كرة بعيدة على مرمى فاروق بن مصطفى من غيلان الشعلالي اللي تكفل هو باش يشوط هذه المخالفة غير مؤطرة من غيلان. كرة لصابر خليفة، خليفة يلمس كرة بيده يسرب عليه، والتغيير في هذه اللحظة يخرج سعد بقير. نفس التغيير، بقير آوت إن لفوسيني كوليبالي. ثلاثة ارتكاز بالنسبة للترجي فيما تبقى من وقت تقريبا آخر ربع ساعة في المباراة. سعد بقير اللي افتتح اليوم باب التسجيل في الدقيقة 22 وسجل أول هدف ليه في تاريخ الدربيات. يخرج بكير ويدخل فوسيني كوليبالي. نذكر النادي الافريقي والمدرب شايب الليلي عمل زوج تغييرات، خرج أحمد خليل بسبب الإصابة ودخل منوب الحداد. الحداد اللي ما نجحش في المهمة ولم يتمكن من تقديم الإضافة يخرج ويدخل أسامة الدراجي. كرة أخرى من إياب المباركي لفخر الدين بن يوسف، بن يوسف مع إياب المباركي، خيلان الشعلالي، الشعلالي في حوار كبير مع غازي العيادي، خيلان الشعلالي وغازي العيادي، والكرة ضربة 6 أمتار لقرار بن مروان سعد. تخرج الكرة تعود للنادي الإفريقي، استيمات كبيرة وبرشا روح وبرشا عزيمة وبرشا إصرار في دربي المدربين بين فوزي بنزرتي وشهاب الليلي، بين ابن المنستير وابن قرقنة ابن الجزيرة. خيلان الشعلالي ملقى على أرض الميدان، إيهاب المباركي في دويل مع صابر خليفة اللي كان صاحب اللمسة الأخيرة لهدف تذليل الفارق للنادي الإفريقي. الخليفة في ثاني مباراة يعطي تمريرة حاسمة يتمكن الفريق من الوصول لشباك المنافس بعد السي اس اس. الترجي اليوم كرة من فرجاني ساسي انيس البدري، البدري تاع ياسين الخليسي ما فماش تسلل، يخرج فاروق بن مصطفى يتصدى. فاروق بن مصطفى يخرج فاروق في تايميك جيد، يقطع الهجمة والكرة ترجع لصابر خليفة. خاتالي انيس البدري تمشي لخليل شمام، شمام ومختار بن خيثر يخرج الكرة للتوش. ما فماش تسلل في العملية الأخيرة، واضح تاع ياسين الخليسي. خروج فاروق بن مصطفى، كرة من خليل شمام يدخل دفاع النادي الإفريقي، ترجع ريوزيكي تمشي لإبراهيم الجناحي، الجناحي والكرة للترجي. ريوزيكي الجناحي الثنائي الأجنبي في الخط الأمامي بالنسبة للنادي الإفريقي. ريوزيكي ما لقاش المساحات اللي حبذها أمام شمس الدين الذوادي وهشام بالقروي. كرة ترجع من غيلان الشعلالي، خاطة أسامة الدراجي ومرة أخرى يسري بوعلي يزفر المخالفة، وأسامة الدراجي يتحدث مع يسري بوعلي طالب هو نفسه بمخالفة كانت من فوسيني كوليبالي.
يسري بوعلي يحاول باش يكون قريب من كل العمليات. يرجع اللعب بكرة من هشام بن قروي، يفتكها ابراهيم الجناحي وسام بن يحيى. روزيكي روزيكي يستحفظ على الكره، يعطي لوسام الدراج. الدراج يمر، الدراج يحاول يستعمل فنيات وسام الدراج، لكن خليل شمام يفتك هذه الكره، يلقى صعوبه في التجاوز. الكره من خلال الشعلالي، الشعلالي بكره لفخر الدين بن يوسف. فخر الدين كره للترجي، الترجي فخر الدين وفاروق بن مصطفى مره اخرى. حاسم فاروق، تبقى الكره من جديد للترجي. ما زالت الهجمه هي طه ياسين الخليسي وانيس البدري مع الفرجاني الساسي. كره الثالث ممكن الكو ضيعه فخر الدين بن يوسف ويحرم فاروق بن مصطفى بتصدي اخر حاسم لبن مصطفى. سليمان كشك والكره بعيده عليه. ارتباك بالنسبه لملعبات النادي الافريقي والترجي والاختير على مستوى الهجمات المعاكسه. الكونتر اتاك للمرة الثانية تقريبا بعد الخليسي. فخر الدين بن يوسف يضيع هدف ثالث على الترجي بعد تمريرة حاسمة من غيلان الشعلالي. فخر الدين بن يوسف مع فخر الدين الجزيري، ويطلع فاروق بن مصطفى. حاسم فاروق فورمة كبيرة بالنسبة لفاروق بن مصطفى مع النادي الافريقي. كرة من فخر الدين بن يوسف ترجع للفرجاني الساسي انيس البدري. فرجاني الساسي يلوج على خليل شمام ومختار بالخيطر، والكرة تخرج. 10 دقائق متبقية للتسعين في مباراة إلى حد الآن يعني من ناحية الفرجة أوفت بوعودها. برشا تشويق، برشا حماس، برشا إثارة، والمباراة مازالت طويلة في دقائقها الأخيرة. كرة من مختار بالخيثر لفاروق بن مصطفى مع فخر الدين الجزيري. الضغط من غيلان الشعلالي يفكها غيلان، غيلان الجزيري يصلحها، يعاود يصلح الخلطة نتاعه فخر الدين الجزيري ويخرج الكرة. صابر خليفة بالراس لمباركي سليمان نكشك لشكون تمشي الكرة للفرجاني الساسي مع وسام الدراجي، والمخالفة للفرجاني. تدخل أسامة الدراجي واضح على الفرجاني الساسي في الكرة الأخيرة، والمخالفة للفرجاني. كرة فخر الدين بن يوسف بعد ما تجاوز فخر الدين الجزيري ولقى قدامه حارس حاضر اليوم وجاهز اسمه فاروق واللقب متاعو بن مصطفى. فرجاني الساسي لمسة لغيلان الشعلالي، يطول سليمان كشك حاضر. أسامة الدراجي يحاول يلعب على السرعة ابراهيم الشناحي مع خليل شمام اللي ما يلقى حتى حل باش يخرج الكرة للتماس. الافريقي ضد الوقت ضد النتيجة بكرة سريعة من الظهير الأيمن مختار بالخيثر. لاعبين الافريقي تحدثوا برشا اليوم على اربيتر بوعلي. كرة من غازي العياتي لسليمان كشك. كشك سليمان يطول على روزيكي مع هشام بن قروي. اطول بن قروي من روزيكي، ياخذ الكره هذه تمشي للفرجاني الساسي. فرجاني مع طه ياسين الخنيسي بالخيثر يقطعها وسام بن يحيى. كره مازالت عند السياع من وسام بن يحيى، يرجع طه ياسين الخنيسي مره نروح ملا جرينتا من ياسين الخنيسي في قطع هذه الكره والعوده للامتلاك للترجي وغيلان الشعلالي. كره اخرى ترجيه غيلان الشعلالي. فرجاني ساسي انيس البدري يبدل وينوع لخليل شمام. يهز خليل قدامه مختار بالخيثر، يهرب به خليل يصوب بالبوكسيك فاروق بن مصطفى. اوه رجل المباراه فاروق بن مصطفى اليوم تصدى وابدع وامتع واقنع امام مهاجمي الترجي الرياضي التونسي. الترجي في الهجوم وفاروق بن مصطفى في التصدي لكل الكرات. والشهاب الليلي هذه الكره الاخيره والتصدي بقبضه يديه لفاروق بن مصطفى. وسام الدراجي شهاب الليلي سيقحم عصام التخيلي بالقميص 23 متوسط الميدان الدفاعي القادم من المستقبل الرياضي بالقصرين. التخيلي مكان وسام
بن يحيى. عصام في أول مباراة رسمية مع النادي الإفريقي ولد المستقبل الرياضي بالقصرين المنتدب في فترة الميركاتو القادم. كرة من أسامة الدراجي اللي يتيح ويخو المخالفة قدام فوسيني كوليبالي. أي خمسة دقائق لنهاية هذه المباراة طويلة على جمهور الترجي، قصيرة على أحباء وأنصار النادي الإفريقي. الرغبة في التعديل مقابل التأمين لأبناء باب سويقة. غازي العيادي باش يرجع الكرة من خلال تنفيذ هذه المخالفة. يطول غازي العيادي في المحور، كرة تعود الدوزيام بال لخويا صابر خليفة. رجع من دفاع الترجي غازي العوادي مرة أخرى من فرجاني ساسي العيادي. كرة طويلة بين هذا وذاك، ترجع من غازي العيادي أمام طه ياسين الخنيسي، وفما شدان من مريول من طه ياسين الخنيسي على غازي العيادي. مروان سعد الحكم المساعد الدولي. هذه الكرة وهذه العملية بين طه ياسين الخنيسي وغازي العيادي. كرة من إبراهيم الجنيح، عصام الدخيل، الدخيل لمختار بن خيثر. مختار بن خيثر يلوج على أسامة الدراجي، يلقى أسامة تمشي لغازي العيادي. العيادي غازي العيادي يحاول بلمسة لسليمان الكشوك على اليسار لتوزيع صابر خليفة. يصوب خليفة وبن شريفية يتصدى، هذه المرة تعلق يمر ويذهب لمرمى معز بن شريفية. بن شريفية بن مصطفى حاسمين في الشوط الثاني. كرة أخرى ما زالت الهجمة للنادي الإفريقي. يتدخل من شمس الدين الثوادي، الرجوع عكس الهجمة. فخر الدين بن يوسف مع فخر الدين الجزيري، يسبق كرة الروج ياخذها الجزيري فاروق بن مصطفى ويخرج كرة مرة أخرى من تماس فاروق بن مصطفى. بعد إبداع معز بن شريفية في كرة صابر خريفة، هذا الحل يقول فاروق بن مصطفى ما عندي حتى خيار. هذه توزيعة كشك وتصويبة خليفة بعد كنترول باليمين يصوب باليسار. حاضر بن شريفية باش يخلي المباراة آنية للترجي بهدفين مقابل واحد. هجمة بهجمة، كورة بكورة، تصدي بتصدي. آخر المباراة برشا تشويق وبرشا حماس وبرشا إثارة في درب العاصمة. 125 أي نكهة وأي حلاوة، والمباراة متوقفة بسبب إصابة معز بن شريفية بعد كرة صابر خليفة. وتألق بن شريفية التلميذ النجيب جون جاك ديزيي. شماريخ جماهير الترجي حاضرة في مدرجات الدرة استاد أولمبي رادس. 43 دقيقة في المباراة في الشوط الثاني، 87 3 دقائق لنهاية التسعين. مختار بن خيثر وحباء النادي الإفريقي ينتظرون بشغف كبير عودة اللقاء وأنصار الترجي يأملون في نهاية سريعة للوقت. فوسيني كوليبالي يخدم مكان سعد بقير، أنيس البدري، والهدف الثاني للترجي والثاني لها الشخصي في الدربيات بعد هدف 30/10/2016. كرة ستعود للعب. أكثر حركية لوسط ميدان النادي الإفريقي بعد دخول أسامة الدراجي مكان المنوبي الحداد، والتغيير بالنسبة للترجي بعد دخول فوسيني كوليبالي مكان سعد بقير. آدم الرجيبي يستعد للدخول مكان أنيس البدري. الكوتشينج الثاني بالنسبة للمدرب فوزي
بن زرتي في آخر دقائق المباراة يخرج البدري ويدخل الرجابي. البدري سحب الهدف الثاني في الدقيقة 66 بعد ما افتتحها سعد بقير في 22 وذللها إبراهيم الشنيحي في 26 في هذا الشوط الثاني. كرة طويلة ريزيكي صابر خليفة ريزيكي النادي الإفريقي في الهجوم مازال لم ييأس الإفريقي وكرة إبراهيم الشنيحي ماذا يفعل إبراهيم الشنيحي وراية المساعد الثاني حسن عبد العال أسبق من إبراهيم الشنيحي ومعز بن شريفية بن شريفية اللي يطالب بالتغيير واضحة كانت الإشارة متاعه بن شريفية اللي تعلق في كرة صابر خليفة 90 دقيقة في المباراة كم سيضيف الحكم يسري بوعلي هذا روزيكي على مستوى التوزيع وما فماش تسلل واضحة الصورة إبراهيم الشنيحي في وضعية سليمة وقرار خاطئ كان من المساعد الثاني حسن عبد العال في اللقطة والكرة الأخيرة من روزيكي لإبراهيم الشنيحي دخول علي جمل مكان معز بن شريفية حاول إعادة مرة أخرى بالروبلي واضح إبراهيم الشنيحي كان في وضعية سليمة وشرعية قبل شمس الدين الذوادي وهشام بالقروي وإصابة معز بن شريفية اللي خاض اليوم الدربي عدد 16 باش يدخل علي جمل في أول دربي ليه كرة سليمان كشك لصابر خليفة وأبرز كرة في الشوط الثاني بعد هدف تبديل الفارق إبراهيم الشنيحي ضاعت على صابر خليفة معز بن شريفية يكمل وإلا لا المباراة بعد مطلب التغيير وشفنا الإشارة كانت واضحة لكن ممكن أن معز بن شريفية خير باش يكمل المقابلة في الدقائق المتبقية يعدل عن التعويض فوزي البنزرتي يبقي على علي الجمل ويجهز علي المشاني للدخول كقلب دفاع ثالث كرة طويلة من هشام بالقروي يرفع سليمان نكشك بين طه ياسين الخليسي وفخر الدين الجسيري على الكرة والتماس يعود للنادي الإفريقي والتغيير الثالث يخرج طه ياسين الخليسي ويدخل علي المشاني يخرج المهاجم الهداف الخليسي ويدخل علي المشاني في محور دفاع الترجي اختيار من المدرب فوزي البنزرتي في الوقت البديل لهذا الحوار هذا الخميسي باش يغادر الخميسي اللي يعجز مرة أخرى عن التسجيل للنادي الإفريقي في البطولة الوطنية 9 أهداف أحسن هداف في البطولة سجل الإفريقي كان في مباراة نهائية الكأس يوم 27 أوت 2016 هو الخميسي هذا الموسم سجل للفرق الكل ما عدا النادي الإفريقي والنجم الرياضي بالمتلوي يخرج الخميسي ويدخل علي المشاني وننتظر كم سيضيف الحكم يسري بوعلي وقت بديل كرة ستعود من جديد برشا تشويق مع نهاية المباراة فخر الدين الجزيري بكرة غيلان الشعلالي يطول غيلان وتخرج ضربة 550 للنادي الإفريقي يلعب كرة فاروق بن مصطفى يطول فاروق على الكرة تمشي لي بلال العيفة بلال العيفة بكرة بين سليمان كشك وإيهاب المباركي تعود للنادي الإفريقي توش آخر كشك
كرة عصام الدخيلي خازي العيادي العيادي خليها أسامة التراجي لكن تمشي عاود يصلحها عصام الدخيلي لمسة قصيرة من برخيثر لبلال العيفة بلال يطول الكرة بلال العيفة صابر خليفة يحاول يحضر لأسامة التراجي تبقى لخازي العيادي العيادي كرة أخرى تمشي لبلال العيفة مع مختار برخيثر برخيثر إفريقي يحاول في آخر الدقائق والترجي يدافع وكرة من أسامة الدراجي يهرب أسامة يطيح أسامة الدراجي ويربح المخالفة المخالفة لأسامة الدراجي لوش عليها أسامة المخالفة الأخيرة وربحها بعد التدخل من خيلان الشعلاني نلعب في 90 دقيقة سيد خمسة في هذا الدربي والنتيجة 2-1 للترجي وخلف النادي الإفريقي والكرة ستكون من تنفيذ خازي العيادي كيف سيتصرف النادي الإفريقي في هذه الكرة وهذه المخالفة يلعب الكل في الكل والترجي كله في الدفاع والإفريقي تقريبا الكل في الهجوم ما عدا الدخيل اللي يبقى في التأمين كرة وحوار بين خليفة وهشام بن قروي خازي العيادي يرفع الكرة العيادي وعلي الجمل الجمل بما حمل في هذه الكرة يخرجها للركنية على الركنية الأولى للنادي الإفريقي في المباراة كانت مخادعة غدارة من خازي العيادي ومعز بن شريفية معز بن شريفية هو اللي يتصدى لهذه الكرة كرة أخرى للنادي الإفريقي بن شريفية بالبوكسينج مرة أخرى يخرج الكرة للتماس وفي هذه اللحظة يصفر يسري بعلي نهاية المباراة بتقدم وانتصار الترجي انتصار الصدارة والتنيعة في هذه المرحلة الثانية للبطولة الوطنية بهدفين مقابل واحد سعد بكير في الدقيقة 22 أنيس البدري في الدقيقة 66 وإبراهيم جنيحي يذلل الفارق في الدقيقة 26 في هذا الشوط الثاني لينتهي الدربي 125 بانتصار الترجي على النادي الإفريقي. لك الكلمة أمير الزيتوني. شكرا. وتصريحات ما بعد. شكرا. المباراة. شكرا ليك كان معايا سي فوزي البنزرتي مدرب الترجي الذي التونسي. سي فوزي يدولي ديربي الثاني في ثلاث جماعات لكن ضغط آخر وبريسيون أخرى. الترجي اليوم يمكن ندخل اقوى بقوه للمقابله عرف كيفاه يحسمها مبكرا انتصار يمكن يولي مهم اكثر كي تعرف انت وليت مرتبه الاولى اليوم بعيد 3 نقاط على الثاني منذ الجوله الثانيه مؤكد ما تنزلنا المقابلات بطبيعه الحال كما تعرفني ما نلعب على الفوز ضغطنا عليهم ما خليناهمش يوصلوا الشوط الاول ما كانوش اغلب الهجمات كانت للترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي ما وصلناش حتى الجول الشوط الاول بطبيعه الحال كملنا على نفسنا السقف سجلنا الهدف الثاني مع كل اسف سجلونا هدف الشيء اللي خلى الوضعية معناتها ما تعرف 2-1 ديما فما ريسك فما خطر الشيء اللي خلى معناتها النادي الافريقي يرجع شويه في المقابله وخسرنا في اخر المقابله كان بالنسبه لنا اهم شيء المحافظه على النتيجه 2-1 ناخذ 3 نقاط حاجه ايجابيه نشكر اللاعبين الكل على لعبوا لعبية النادي الافريقي نفس الشيء لعبية الترجي نفس الشيء معناتها مقدمة كانت ممتازة من دي كوتي وبارك الله فيكم شكرا لك سي فوزي روح رياضية كبيرة من فوزي البنزرتي نرجع لك الكلمة هيكل أمير شكرا هيكل صغير إذا كما كنتوا تشاهدوا نهاية دربي العاصمة بفوز الترجي الرياضي التونسي الدربي عدد 49 في الدربيات للترجي الرياضي التونسي هذا 49 فوز في 125 دربي نبدا معك سي خالد حكينا ما بين الشوطين عن الترجي الرياضي التونسي عن الجاهزية البدنية للترجي الرياضي التونسي هل يستطيع الترجي المواصلة على نفس النسق يظهر لي الترجي التونسي تقريبا واصل في نفس النسق واصل في خلق الصعوبات للنادي الافريقي اللي حتى وقت اللي سجل الهدف نورمالمون النادي الافريقي يسجل هدف الوقت القوه نتاع الفريق بعد ما تسجل الهدف الترجي واصل في نفس الطريقه وحرم الافريقي من فتره القوه نتاعو والله يعطيك الصحه في الملاحظه هذه
ان كما قلت تي توا وقت اللي سجل النادي الافريقي فما فرق اخرى يمكن تعرف النادي الافريقي وكذا معناها ولا يمن اللي ريستي دولا ماش دوزا فما فرق اخرى يكون كما عملت كلوسكسيان ترجع لتالي. الترجي كما قلت انت يعطيك صحه خليت معناها حافظت على نفس الاسلوب ونفس الطريقه الهجوميه وحافظت عليه. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى نقولوا اجمالا اخي محمد علي ان الترجي يستحق هذا الفوز لما بذله من مجهود على المستوى الفردي مستوى كذا المستوى الفني. زاد نقولوا النادي الافريقي اللي علاش الديربي مشوق حتى النادي الافريقي اعطانا التشويق في الاخر معناه الدوزعاء كنا احنا نتفرجوا ونقولوا شاك مينوت ما تعرفش البونتك فاش يجي كره التعادل صابر خليفه جات معناه ما جات صابر خليفه في الدقيقه 85 معناها الترجي التونسي لم يستغل لي طون فور نتاعو وقت فين بشيء ولا سرت مامو الملاعبيه ولا يحبوا اللعب استعراضي وهذا معناها ديجيست اللي كانترينور معناها ما يحبهمش. انت كي عندك الفرصه بتزيد تسجل والنادي الافريقي نفس الشيء مش يندم على الفرص القليله والقليل جدا تحت له ولكن كان بفضل هذه الفرص ان يعدل النتيجه. ولهذا السبب نقولوا احنا نقولوا في الاخر راهو اليوم رينا ديربي خارق العاده فيه زوز فرق كل فريق عنده اسلوبه كل فريق لعب حسب قدراته حسب امكانياته. الترجي التونسي اليوم بخلاصه نقول اللي وقتنا فما صوره معبره على الخنيسي اليوم اللي قام به دور الدفاع مش خنيسي بركه وبن يوسف ومعني راجع من بن يوسف وخليل سمام خليل سمام راجع من اصابات علاش قلت قبيله راهو ليسونس ميم دي ديربي روح الديربي اوكي اللعب ولكن فما روح فما تضحية فما تكاتف اليوم ريناها في الترجي أكثر من النادي الإفريقي. فهمتني كي تشوف أنت الخليسي في آخر هو يضحي ويمشي الديفونس يمشي كذا اليوم شو نقول أنا معناها الترجي التونسي استحقت الفوز. النادي الإفريقي كان قاب على قاب قوسين أن يعدل وهذا هو الديربي ما فماش حقيقة. نقول في الآخر اللي هذا هو معناها الترجي تاع فوزي البنزرتي ويحق ويقال معناها في ثلاثة جماعات لا كونستروي ليكيب كيما يحب هو ونعرفوه احنا فوزي يقول لك جوجو بورغاني جوجو باقي القدام كيما قلت انت قبيله بالرغم من 2-1 معناها بالرغم من 2-1 ولات الافريقي عنده ثقه في روحه معناها لكن ماشي القدام ماشي القدام اللي نقولوا زاد برافو بور طول مون نادي الافريقي ترجي الجمهور الناس الكل حقيقه حتى الحكم مره مش تكلم مع الحكم بون بتدر في اخطاء تقديريه ولكن لم يؤثر على 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 مجرى المباراه. برافو فوزي البنزرتي عليه يقول فوزي البنزرتي اللي بعد فوزي البنزرتي مباراة الافريقي اللي خسر فيها كان ذاك انطلاقة فوزي البنزرتي معناها اخذاه استوعب الدرس شاف الاخطاء نتاعو خاصة على مستوى الدفاع ولكن نعرفوا احنا اللي اللاعب يزم وقت باش يتأقلم مع اسلوب ومع فلسفة معناها تاع مدرب. اليوم هو اسلوب فوزي البنزرتي هو اللي ربح بيه النادي الافريقي تبقى ترجي عامل طاقة كبيرة نعرفوا احنا سيتان تورنوا مضغوط كنت 3 أيام محسوب ما نشوفوا بعديش ما 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 هو معناها تأثير هذا الضغط على الملاعبية على مستوى لا ريكوبيراسيون دي بليسور على مستوى لي كارتون اليوم الكونفريكان اليوم خسرت مباراة ولكن زاد خسرت ملاعبية اتونسيون فهمتني. والحاجة أخرى ونخلي يتكلم حاجة أخرى اللي الفرق ما عندهمش الوقت الكافي للتدارك ما عندكش أسبوع أنت تدارك عندك نهار 3 أيام وهذا هو هاي واضح كاسم ما بيناتكمش عاد زوز ولاد الهمهام ولاد جمعية الزوز فتحي الترجي الذي التونسي اليوم النجم نقولوا افتك أسلحة النادي الافريقي اللي كان يخرج كرة واحدة عنده ملعبية حتى في التغييرات كي دخل الترجي يغير النسق يخلق أكثر ضغط. النادي الافريقي كي كان متأخر في مباريات رجع في الدقيقة 90 وانتصر النادي الافريقي اليوم ما لقاش الثوابت نتاعو علاش وشنو رايك في تصرف شهاب الليلي خاصه في الشوط الثاني ادخال منوبي الحداد ثم اخراج منوبي الحداد وتعويضه باسامه الدراجي ينجم هذا ياثر على الملاعب معنويا وتصرف شهاب الليلي بصفه عامه. هو اذا كان نرجع للمباراه اليوم معناها فوز مستحق صحيح ولكن انا اللي شفته انه الترجي التونسي فاز في المباراه نتاعو وخاصه كان خير من النادي الافريقي في افتكاك الكره وقت يكون خاسر الكره الترجي التونسي كان افضل لانه الفكره نتاع النادي الافريقي يكون كتله في المناطق نتاعو ومعناها يصغر المساحات وينطلق بسرعه على 3 لاعبين اللي ما شاهدناهمش اليوم روزيكي صابر خليفه وكذلك غزل عياتي لا الحناشي الشنيحي
دونك هل السرعه هذه ما ريناهاش قلقت الترجي الرياضي التونسي؟ لانه الترجي الرياضي التونسي عند ما الترجي وقت يكون عنده يكون فاقد الكره يربحها بسرعه وفي المناطق فين خسرها الكره، ما يعطيش الوقت للنادي الافريقي لكن اللي في سوربريز هذيك اللي يحب يخرج بسرعه ويا ليمونت، معناها ثلاثه لاعبين اللي كان عندهم سرعه كبيره برشا، هذاك عليه شفنا معناها شمام يصعد لانه هو اللي خذا، معناها الترجي التونسي هو اللي خذا اكثر لعب، ونظن انا في النقطه هذه كان متفوق. وثاني حاجه زاده الروح اللي ريناها، معناها اللي رينا بها الترجي التونسي حتى اخر المباراه، معناها نحسوا ان الترجي التونسي حذر مباراته كما يلزم، ولكن كان يتكلم معناها سيد فوزي بن زرتي قال النادي الافريقي ما حذرش مباراته كما يلزم، لا حذروا ولكن التحذير كان احسن نشوفه، لانه النادي الافريقي طريقه اللعب اللي لعب بها كونه ما نقولوش يستنى المنافس ولكن يعطيه الكرة يخليه يلاسبير يخليه، ولكن يحب يتمتع بك المساحات في معناها في المساحات اللي تكون خلف الخط الدفاعي، ولكن الترجي التونسي عرف كيفاش يفتك الكرة في المناطق نتاع النادي الافريقي، وهذا شفناه. حاجة أخرى أنه الروح اللي لعب بها زاد الترجي التونسي، لأنك أنت 90 دقيقة وأنت تجري ورا كورة وتوصل معناها حامل الكورة ديما عليه زوز ثلاثة في تيران كامل، هذا أول حاجة تكتيكيا تكون متفوق. ثاني حاجة معناها فما بلون دو ماتش حتى فوزي البنزرتي أنه يضغط عالي وخاصة العمق، معناها فما عمق كبير، عمق معناها حسينا أنه الترجي التونسي عندما يكسب الكورة بكرة قصيرة ولا كرة طويلة شفنا معناها الشعلاني يطول، وركز خاصة على جهة مختار بالخيط للترجي فتحي، هذا شفناه، ولكن كما قلت لك معناها مباراة مستحقة للترجي التونسي، وخاصة عند تكون خاسر الكرة الترجي التونسي، شفنا أنه الترجي فين يخسر الكرة يربحها فيسع، معناها شفنا في آخر مباراة وتحدث عليها أنه التغييرات، نرجع للتغييرات الحداد، صحيح أنه الحداد معناها وقت يدخل كان بامكان مثلا شهاب الليلي انه تغيير وسط الميدان، لانه وسط الميدان كان فيه خلل، وشفنا انه شكون مثلا ينجم يكون وسام يحيى من الاول، لانه اذا كان يضرب لك خليل وخليل العيادي هما لاعبين شبان، وشفنا معناها بون فما وسام بن يحيى باش يجيب لك الاكسبيريونس، ولكن معناتها وسام يحيى يخرج ويقعد منوبي الحداد من اول المباراه، معناها التغيير اللي صار ما ينجمش الدراجي، لانه وقت اللي دخل الدراجي كانت الخروج بالكره فرديا وليس جماعيا، معناها كره بركه كان الخروج فيها جماعيه، هي في ال 85 دقيقه لعب وكاد يسجل بها النادي الافريقي الهدف، شفنا انه فما مساحات وكان معناها خرجت جماعيه الكره ما خرجتش فرديه، لانه الكره اذا كان خرجت من الضغط اللي مسلطه الترجي التونسي كان دائما فرديا، معناها يبورت لابال، اذا كان غازي العيادي يخرج بالكره، شنيحي يخرج بالكره، فما ولكن في اول مره خرج بها النادي الافريقي في ال 85 دقيقه لعب فين كان تواصل ما بين ثلاثه لاعبين وكانوا المساحات موجوده، لانه الترجي التونسي ما خلاش مساحات للنادي الافريقي، النادي الافريقي وصل كان ينجم يسجل الهدف هذا. كابتن، هل اصبح النادي الافريقي كتاب مفتوح طريقه لعب النادي الافريقي ولا واضحه؟ حتى التغييرات الكلاسيكيه قاعد يقوم بها شهاب الليلي، خرج ملاعب وسط الميدان يدخل اسامه الدراجي، يمكن الفرق اللي باش يواجه النادي الافريقي اليوم تنجم تلعب كما لعب الترجي التونسي، الضغط على حامل الكره يحرم النادي الافريقي من الاسلحه نتاعو، هل مطالب شهاب الليلي بانه يغير نوعا ما في التكتيك نتاعو في طريقه اللعب نتاعو؟ ولا صح باش يغير في التكتيك نتاعو؟ صعب وصعب جدا، معناها خاطر الاسلوب، خلينا نقولوا الاسلوب في اللعب التنشيط نتاعو، صحيح الاسلوب اللعب هو يفرض عليك الاسلوب، هو لاعبين مواصفات اللاعبين تفرضوا على المدرب وليس العكس، مش العكس، مش المدرب باش يعمل فكره ويقول للاعبيه تلعبوا هكاك، هما ما نجموش، تبقى هو مشى مع امكانيات الفريق، هذا من ناحيه، ولكن اذا شو المشكل؟ المشكل بالنسبه لي انا اللي وسط الميدان الثلاثه كما قلت لك في اول كلامي، الثلاثه اللي هما بالرغم اللي خليل قام بواجبه الوحيد، قام بواجبه كبروتيكتور وككونستركتور، لي دو على فوا يبروتيج لا ديفونس ويكونستروي يمشي بكل واحد. وشو منين لا ديسيبسيون بالنسبه لي انا؟ من كشك من بالخيط اللي ما عاونوش لاتاك، تشوف المقابل اللي انت شوف خليل شمام
وشوف اسمه المباركي اللي كابتن مش معاونوش خاطر لقاو قدامهم زوز ملاعبيه مشاو برشا لقدام بورتي فير لافون ما خلاهمش يقوموا بالواجب الهجوم نتاعهم قعدوا خايفين في الدفاع ما يسموش خايف انا يا خويا انت لاعب دولي كي هو جاك ان كونتر يلزمك تربح لي دويل يلزمك تربح الدويل نتاعك وتخرج كيما ربح الترجي لي دويل كل يوم كان نلخصوا شويه فما دويل فما تكنيك فما انتيليجونس دو جو فما كيما قلت لك لوفيزور دو جو اللي ما عنديش الكوفريكا كي تجي تشوف انت في الترجي اش تلقى تلقى البدري تكنيسيان تلقى الوليد نتاعنا بقير نتاعنا نتاع الناس كلها ما تدخلوش الترجي انا حملت باقي يقول الحكايه هذيك كيما نقول انا وليد نتاعنا العقربي وليد نتاعنا خليل معني فوبا فوبا فير لا مالكام فهمتني كي دوتر الخنيسي بقير المباركي تحس وقت اللي عندك الكره يتيان لبال يخلقوا بها الى اون انتيليجونس يعرف وقتاش يعطيو الكره كلوفريكا كومباكت بلوس لو ميليو تيرا شنو المشكل تاع الكلوفريكا فما مشكل ميليو تيرا قاعد لاصق الديفونس دونك تاخذ الكره انت في الديفونس اول حاجه ما تخرجهاش صحيحه ثاني حاجه شكون مش تخرجها باس لونك تمشي توش تمشي كذا دونك ايزولمون من ناحيه عندي ملاحظه اخرى فاروق بن مصطفى خرق العاده كغارديان ما قصرش المباريات الكل تو عندك ولكن انا حشت بارك الله فيك انا حشتي بيك انت لا بريمير باس قداش مره جات سيتواسيون تاع كونتر اتاك اربع مرات كونتر اتاك تاع 3 كونتر 3 ولا 2 كونتر 2 معناها باش يعطي الباس نشوفوا احنا لبرا تلقى ساعه ساعه 2 3 معناها ديجاجمون تاع كاردي يحطك ان كونتر بعد يشرب تو لي ديجاجمون كل اللي رجع الكره للعب الكل مشاو في التوش معناها يلزموا دوا سواني ce point qui est très très important pour un gardien. مش خاطر كابتن حب يفاجئ الترجي خاطر الترجي نازل عليهم يحب يخرج الكره بسرعه. ايوه ولكن يسمع عندك المسيره الفنيه. هذا تمرير. تسرع تسرع ديما في هذا تمرير. فما تكنيك فما كذا او شوفوا فيه من برا وتلاحظوا انتم تو لي جارديان في الهو نيفو سي لا بريمير باس تخرج مع عند جارديان انت اسمه جوارديولا نحى الجارديان تاعو قال لك سوني با ان جارديان دو بي اللي ما يعرفش يخرج كره بساقه ولا يعطي كره بساقه دونك سي تري امبورتون بالنسبه للحارس خرق العاده تو قايم بواجبه رجع لفورمته يعطيه الصحه تبقى ان بوان تري امبورتون هذا انت باش نرجع للجو كلوفريكا اذا باش تقعد تلعب على فرضيه واحده ما هي الفرضيه تقعد تستنى حتى يغلط الادفيرسير تعمل انترسيبسيون تعمل كذا تو ديكلونش لا كونتر اتاك باش تلعب على فرضيه واحده راك مره تختف مره ما تختفش واسمع اون بو با غاني ان شامبيونا على كونتر اتاك اليوم الترجي نوعت من اللعب نتاعها وقت اللي يلزمها توخر وخرت وقت اللي يلزمها سرعه اللعب ولو ان الهدف الثاني زاد روعه الحق يفوت الى فيتي سي البلان سي البلان دو لابيل لا تكنيك كيفاش ما كيفاش حد ساق وحتى الكل علاش قلت لك مباراه باهيه فيها اهداف فيها كذا تبقلك كوفريكا يمكن بالنسبه كوفريكا اللي خانوا اليوم هما الميليو تيران لي دو زاريير ان دو فما بنك يسمع عندك بروفوندور دو بون اليوم الترجي تنجم يبوس بيرميتر الترجي باش يخرج بقير اتونسيون باش يخرج بقير ويدخل كوفريكا ما خرجتش وسام يحيى وهذا مهم في صحيح. البطوله كيما توا صحيح بارك الله فيك والكوفريكا اذا البنزرتي معناها باش نوريك معناها هذه كل ماتش اذا البنزرتي خرج بقير اوكي اللي هو لان دي ميور اليوم وعطاه 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 بونت وملك الباس تاع البونت الثاني كيفاش عمل كذا اذا الترجي الى لو لوكس يسوبر لوكس باش يخرج بقير والافريقي ما يخرجش وسام يحيى اللي ملاعبي ولكن في فترات اللي ملاعبي باهي اللي يمر بفتره فراغ الاكثر والاقل يفو افوار لو كوراج شاك كونتر يفو افوار لو كوراج باش التغيير نتاعو يكون صحيح. فتحي تفضل نتفاعلوا مع بعضنا. حبيت معناها الحاجه اللي معناها لاحظتها اليوم والسؤال اللي معناها نتسالوا نقول معناها فما ثلاثه لاعبين عندهم سرعه كبيره برشا معناها في النادي الافريقي اللي هو الشنيحي خليفه وروزيكي. ونشوف انه الترجي التونسي معناها خط الدفاع هو اللي خذا لاسوندون على الثلاثه لاعبين هذوما اذا كان شوفوا المباركي كيف يخرج ويجيب الهدف الاول شوفوا شمام اللي معناها راجع من عنده ثلاثه اشهر مش قاعد يلعب ويطلع ويمشي نقول نتسائل علاش معناها كانت الاسبقيه للمدافعين مش للمهاجمين نتاع النادي الافريقي هذايا ناتج اول حاجه على وسط الميدان والضغط اللي صلته الترجي التونسي وثاني حاجه زياده الزوز لاعبين اللي معناها الكشوك اللي ما نجمش يعاضد خاطر كيبدا نقولوا نحن وقت يبدا وسط الميدان معناها في حاله دفاعيه وما نجمش يخرج فما الاروقه هي اللي معناها تنفس اللعب كلك سوا معناها كشوك ولا بالخيثر شفنا انه هذا الكل اعطى انه الترجي التونسي خذا الكره
في حالة وقت تبدا عنده كرة القاء الحلول، وقت اللي خسر وقت يبدا خاسر الكرة كان اليوم اقوى من النادي الافريقي. النادي الافريقي هل هي مباراة للنسيان، والترجي هل هي المباراة اللي يبنى عليها في بقية فترات البلاي اوف؟ ولا هي شو أريزي اللي كنتي موجه عليها ولا شيء. هاي مسيح جاوبنا فتحي وبعد نعطيه الكلمة للكابتن. هو الترجي الرياضي التونسي معنا مع سيد فوزي البنزرتي هكا يحب يلعب، حتى شفناه مع النجم الرياضي الساحلي ديما يخمم يلعب باش يربح. النادي الافريقي شفناه اليوم يلعب باش ما يخسرش، معناها فما فرق، جوي بور غاني جوي بور ني با بيردر، فما فرق. معناها النادي الافريقي يلزمه اذا كان دخل مرحله البلاي اوف هذايا، في المرحله البلاي اوف ما تنجمش تستنى وتخرج باللي كونتر، يلزمك معناها كل مباراه يلزمك تلعبها باش تربح. هذايا اللي قاعد قايم به الترجي هذه التونسي حاليا. كابت شو كل مباراه لها حقيقتها. المباراه توفى وخزف الاربيتريوم، انتهت لفريقي والترجي ان النتيجه ظرفيه تنتهي بانتهاء الحدث، الحدث انتهى والمباراه. معناها انت غدوه الترجي باش تلعب مع منافس اخر، مع مواصفات اخرى. معناها نسمع فيها الكلمه بارك الله فيك، معناها نبنيه المدرب يبني اسلوب تعام كامل، تعام كامل. طب علاش قلت لك انا هذا فريق البنزرتي؟ بكل احترامي سي عمار الصويح اللي زاد هو قام بشغل كبير وكبير جدا، ولكن هذا هو اسلوب شخصيه فوز البنزرتي اللي يحبه سي لاراج دو فانكر، سي لو كومبا سبورتيف. لو كومبا سبورتيف معناها كي نشوف الخنيسي انا وقت قلت لك انا من الاول راهو الديربي ليسونس ميم دي ديربي سي لو كومبا سي لام سي الروح. باش فما اللاعب اليوم الترجي تفوقت على النادي الافريقي، تفوقت عليه على النتيجه، تفوقت عليه في بعض الاحيان ولا في غالب الاحيان من ناحيه الديسيبلين دو جو كذلك، ولكن تفوقت عليه من ناحيه هامه وهامه جدا وعنصر هام خويا محمد علي اللي هي الروح، اللي هي التضحيه. وقت نشوفوا علاش نقول لك تضحيه، شوف انا فانسون اللي يضحي يمشي باش يفك كوره في الـ في الـ في, الـ في الكورنير، ولا بن يوسف اليوم بن يوسف يعني ما عندكش فكره ليغامون كروزي رجع من ليغامون كروزي الور يحش يقول انا كنت يقول لكم بن يوسف كيفاش باش يكمل الماتش باش ما نعرفش الهدف شكون ماركيه الشنيحي والا شمام ضد مرمي هاي يظهر لي شمام ضد مرمي. تبقى كل ماتش وحقيقته، وكما قلت في اول كلامي ان الوقت قصير وقصير جدا بين المباراة، لان سي تان تورنوا دوره وليس شامبيونه. بالنسبه لي انا دوره هذه مش تلم 10 قداه 6 دونك معناها البنزرتي مش قاعد يلعب هكاك، مش قاعد يلعب هكاك البنزرتي الاخر واحد ما يغيرش، مش يلعب ضد بنقردان ضد المتلوي ضد ليتوال، مش يلعب هكاك. باهي واضح. نعاودوا نذكروا بالنتائج نتاع زوج المباريات الاخرى ونقولوا عليهم كلمه كلمه مادام مازال عندنا شويه وقت. نادي الصفاقسي نذكر انتصر النجم الرياضي الساحلي 3 أهداف مقابل 2، ونجم المتلوي فاز ضد اتحاد بنقردان هدف مقابل 0 في بنقردان. هاو امامكم النتائج. والترجي التونسي ينتصر ضد النادي الافريقي 2-2. فتحي انتصار مهم، انتصار ممتاز النجم المتلوي يرجع به من بنقردان بالذات. صحيح بعد معناها الخساره الاخرانيه النجم المتلوي ينتصر اليوم ويرجع ب3 نقاط اللي باش تخليه زاد نقولوا موجود، لانه انا حكيت على زوز في رقه ذوما هما مقابلات معناها فخ اذا كان باش تمشي تلعب في بنقردان ولا والا في النجم المتلوي. نظن ان مزوز في رقه ذوما باش يفون ديسيدي زاد الميني شامبيونا هذايا. نظن انه معناها الانتصار هذايا مهم للنجم المتلوي. كابتن النادي الصفاقسي ينتصر ضد النجم الساحلي 3-2، يعوض خسارته ضد النادي الافريقي في مباريات يظهر لي في مباراه مليئه بالاحداث، يظهر لي حتى في مواقع التواصل الاجتماعي ناس مش تحكي على الديربي، تحكي كان على الكلاسيكو اللي صار في الكلاسيكو، اكيد ترجعوا باكثر تفصيل وعلى اللي صار اليوم الكل في المباراه مع زميلي رازي في الاربعاء الرياضي. لكن انتصار مهم للنادي الصفاقسي. كابتن تعرف زوز خسائر ورا بعضهم في البلاي اوف انتهى، اللي يخسر زوز انتهى على انتهى خويا انت يقول لك عليهم هما اربعه تي ما تكلموا انت انت لا. انت مش موافق برشا فتحي، لانه فتحي نهار حد معانا قال حتى في زوز خسائر لا نزل تدارك شويه مش قال لك عليه زوز لا زوز خسائر في بلاي اوف معناها توا 6 بوان راه الماتش فيه شو وحاجه اخرى كما قلت انا في تورنوا ونتكلم بصراحه وان شاء الله ما تغشش مني هما اربعه ويلعبوا على تيتر واثنين ربحت المتلوي ربحت كذا ربحت كذا اللهم مش يحكموا لكن مش يحكموا هذا السبب
كي زوز كي هو ديجا انجاز باش ما نقصوش من لا الانجاز تكلمنا عليه والانجاز في الوقت والواحد والدنيا دول تعطوا سباس وكذا وهذا كلكم متفق عليه برافو بالقردان برافو المتلوي ولكن يلعب على تيتر تيتر يسمع عندك كذا فهمتي هذا هو اللي يخسر مباراه يخسر زوز انتهى واضح اللي يخسر زوز انتهى وكهو واضح شكرا لك كابتن والله شو في دقيقه في سكوندا والله انا متاسف في الشو اللي بقى اليوم وتاخير ومتاخرات واتمنى انا كل واحد كل واحد يتحمل مسؤوليته كل شو كل الاطراف واعني كل الاطراف تتحمل مسؤوليتها الاكثر ولا اقل واضح جدا بالنسبه لترتيب الترجي الذي التونسي بتبيعه في المرتبه الاولى بسته نقاط الفريق الوحيد اللي انتصر في زوز مباريات الافريقي النجم الصفاقسي ونجم متلاوي بثلاثه نقاط واتحاد بن قردان في المرتبه السادسه صفر من النقاط هكا نوصلوا لنهايه البلاتو نتاعنا اليوم اكيد باش تواصل المتابعه للمباريات البلاي اوف وايضا البلاي اوت على القناه الوطنيه الاولى ان شاء الله باقي المباريات تنطلق في وقتها شكرا لكم دمتم في الوطنيه الاولى تصبحوا على خير شكرا كابتن شكرا فتحي